أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة مدارس مادة الرياضيات، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهواء. إن شاء الله النهاردة إحنا معاكم مكملين كلامنا في الباب الأول من موضوعات الديناميكا اللي عددها 4، تفاضل وتكامل الدوال المتجهة. يمكن إحنا الأسبوع اللي فات بدأنا في موضوع التفاضل وتكامل الدوال المتجهة، بس النهاردة هي الحصة الرئيسية أو الحلقة الرئيسية في هذا الموضوع المهم جدا جدا واللي نازل السنة دي في منهجنا لأول مرة. اسمحوا لي طبعا قبل أي حاجة وكالمعتاد أني أرحب بأستاذنا الفاضل الجليل أستاذ شعبان عبد الرزاق. أهلا أستاذ محمد، زي الصحة نصحة. حلقة في رأيي في منتهى الأهمية، في شوية مفاهيم الطلبة لازم نركز عليها شوي. يعني احنا الاسبوع اللي فات بدانا بس ما توغلناش. عاوزين نشوف التحدب لاعلى والتحدب لاسفل هيفيدني في السرعه والعجله والحاجات دي. فنفكر الطلبه في التفاضل هياخدوا ان شاء الله، يعني اللي درس او ما درس. تمام. اللي درس مثلا هيبقى عارف الكلام ده، اللي ما درس انا منوع عليه. اما يكون عندك منحنى بالاسلوب ده بيسموه منحنى محدب لأعلى. محدب لأعلى. وبنستندك في التفاضل أما يكون المنحنى محدب لأعلى يبقى المشتقة التانية سالبة. ده طبعا احنا المفروض درسناه واحنا بندرس القيم العظمى والصغرى وبحث سلوك الدالة. بحث سلوك الدالة في اسمه درس اسمه ايه؟ ده اسمه محدب لأعلى. يعني مفتوح لأسفل. أما يكون محدب لأعلى والتحدب عارفينه زي العدسة الموضع حدابة والحاجات دي. فبقول كده اما يكون المنحنى محدب لاعلى يبقى المشتقه الثانيه لهذه الداله تبقى سالبه. طب اما يكون محدب لاسفل عامل كده اهو، ده محدب اسمه كده محدب لاسفل، يبقى المشتقه الثانيه للداله تبقى موجبه. والكلام ده هناخده بالتفصيل ان شاء الله في التفاضل. انا هوظف الكلام ده في اللي هو امتى اعرف الداله متسارعه، يعني في بحث سلوك الداله سواء في التفاضل او في الديناميكا. في الحالتين على فكره في ترابط بينهم. بنعرف سلوك الداله عن طريق بحث فترات التزايد والتناقص، بحث اشاره المشتقه الاولى. ده في التفاضل، وهنكرره النهارده كمان في الديناميكا. بنبحث اشاره المشتقه الثانيه، فنعرف امتى المشتقه الثانيه موجبه وامتى المشتقه الثانيه. انا عاوز اوصل لحته صغيره بس. اما يكون المحدب لاعلى يبقى المشتقه الثانيه بصفر، الشقة الثانية أكبر بالصفر. موجبة تحدب لأسفل، سالبة تحدب لأعلى. أما يكون محدب لأعلى يبقى المشتقة الثانية سالبة. أما يكون محدب لأسفل المشتقة الثانية موجبة. أنا مش عاوز غير الحتة دي بس. يعني المشتقة الثانية للدالة موجبة يبقى المنحنى بتاعها محدب لأسفل. لأسفل. سالبة محدب لأعلى. بس خلاص الكلام ده؟ تعال بقى نوظف الكلام ده. لو أنا عندي منحنى يمثل منحنى الموضع والزمن. منحنى الموضع والزمن او الازاحه والزمن زي ما في الشكل ده كده، احنا عارفين ده منحنى الموضع والزمن. لما بشتق الموضع او الازاحه هيديك السرعه طبعا، يبقى المشتقه الاولى يدينا الايه؟ السرعه. طب المشتقه الثانيه تدينا العجله. ادينا العجله. مفهوم كده؟ احنا قايلينه قبل كده. المشتقه الاولى للازاحه او الموضع يديك السرعه، والسرعه نشتقها يديك العجل. يبقى معنى كده ان المشتقه الثانيه للازاحه او الموضع يديك العجل. حلو. كلام سليم منطقي. تعالى بقى، اذا كان المنحنى محدب لاعلى يبقى المشتقه الثانيه ايه؟ سالبه. ويبقى العجله ايه؟ سالبه، لان العجله هي المشتقه الثانيه للموضع. فانا كاتب لهم اذا كان المنحنى محدب لاعلى يبقى المشتقه الثانيه للعجله سالبه. تعالى بقى ندخل. طيب معلش استاذ شعبان، احنا هناخد بس اسماء من اسكندريه عشان ما هاش رصيد. ايوه يا اسماء، باشمهندسه اسماء. الو. ايوه يا اسماء، اهلا بيك يا اسماء. اموري. ايوه يا مستر. ايوه يا اسماء، اهلا وسهلا. انا عندي مساله. قوي في ايه؟ في نفس الداله. يلا في بحث سلوك الداله. اللي هو يعني في الدرس، في الدرس بتاعنا يعني تقصدي؟ لا، الدرس بتاع المره اللي فاتت. ماشي يلا قولي. في تفاضل الدوال المتجهه قولي على طول يا اسماء. جسيم يتحرك في خط مستقيم
وسيم يتحرك في خط مستقيم. يتحرك في خط طبعا للعلاقة في خط مستقيم طبعا طبعا للعلاقة. سيم بتساوي ألف جا كاف نون. ألف جا كاف نون ماشي. حيث سين يعبر عن القياس الجبري للموضع. ماشي المسألة دي حلتها الأسبوع اللي فات الشبان ولا هنحلها لك؟ تمام هنحلها لك. ماشي يعني ايه تاني اسماء ماشي دي موجودة معانا النهاردة هنحلها لك في أثناء الحلقة. ايه تاني بس اما نخلص ماشي في مسألة تانية. يلا قولي على طول. جسام يتحرك في خط مستقيم ايوه وكانت معادلة حركته ج بتساوي 2 زائد لوغاريتم ن زائد 1 للأساس س. لوغاريتم ن زائد 1 للأساس س. ها ايوه فإن منحنى فإن منحنى يلا سرعته وعجلة الحركة تتناقصان دائما. سرعته وعجلة الحركة تتناقصان سرعته وعجلة حركته. وتاني واحدة سرعته وعجلة الحركة يعني ايه تاني واحدة يعني اختيار يعني اختيارات يلا. والسرعة تتناقص وعجلة الحركة تزداد. سرعة تتناقص والعجلة بتزيد. سرعته ايه مالها؟ السرعة تتناقص وعجلة الحركة تتناقص. بالراحة يا اسماء التالتة ايه؟ تتناقص والعجلة تتزايد. ايوه تتزايد. التالتة السرعة تتزايد وعجلة الحركة تتناقص. سرعته تتزايد في رابعه. ايه انت مكسوفه ولا ايه؟ اسماء تتناقص وواحده تتزايد. خلاص السرعه تتناقص والعجله تتزايد اللي بعدها السرعه تتزايد والعجله تتناقص في رابعه. ايه لا هم اربعه بس يا اما الاثنين يتناقص يا اما الاثنين يتزايد. يا اما الاثنين بتزايد خلاص هي السرعه والعجله بتزايد. خلاص حاجه تانية يا اسماء. في سؤال تاني. طب قول يلا. عينين. اي من متجهات الموضع التالية ايوه هي نفسها متجهات ازاحة في جسم متحرك. اديني كذا متجه موضع اي منهم هو متجه الازاحة. يلا قول. في متجه بتساوي 3 نون تربيع. 3 نون تربيع ناقص 5 ناقص 5 والتاني في متجه بتساوي 3 نون زائد 1 ايوه ثالث واحد. س متجه بتساوي 3 نون ناقص 2 أيوة. على نون زائد 1 ايوه. والرابع س متجه بتساوي نون ناقص 2 الكل تربيع ناقص 4 اي واحد من دول كمتجه موضع يعتبر متجه ازاح. متجه ازاح ماشي. ايه تاني يا ستي؟ بس عينينا هنجاوبك التلات مسائل دولت اثناء الحلقه ان شاء الله يعني اثناء الحلقه. حاجه تانية طب يا اسماء. اهلا بيك في اي وقت استاذ شعبان. لازم نجاوب الاسئله دي لانها فعلا اسئله شيقه ومهمه. طيب بس احنا كان نفسنا نكمل الجمله المهمه قبل المكالمه الحقيقه. اللي كان في استنتاج نفهم منه يا ترى التحدب ده بيعرفني ايه في رسم المنحنى. طيب احنا قلنا بقى المنحنى محدب لاعلى يبقى المشتقه الثانيه اللي هي العجله تبقى سالبه. حلو. طيب جيت انا بقى وظبط الرسمه دي لاعرف امتى الحركه بتباطؤ او الحركه تصارع. تمام. فجيت في الرسمه من صفر لاتنين. انا عندي ميل المماس للمنحنى اللي هو السرعه موجب. عشان بعمل زاويه حاده. ميل المماس يصنع تمام. تمام كده. يبقى عين موجبه وانا عندي جيم اصلا سالبه. يبقى عين في جيم سالبه يبقى توجد حركه تباطؤ. منحنى محدب لاعلى. يبقى العجله سالبه. تمام. ولما جيت رسمت المماس اديك السرعه. فالسرعه موجبه. تمام. ادام السرعه موجبه والعجله سالبه يبقى عين في جيم اصغر من صفر يبقى توجد حركه تباطؤ. تمام. في الفتره من 2 ل 4 محدب لاعلى يبقى العجله برضو سالبه. انما السرعه اللي هو ميل المماس بيعمل زاويه منفرجه سالب يبقى السرعه سالبه. يبقى السرعه سالبه والعجله سالبه يبقى الحركه يبقى عين في جيم اكبر من صفر يعني الحركه متسارعه. يبقى الحركه متسارعه. تمام كده. يبقى وظفنا التحدب ده في ان انا اعرف اي تحدب لاعلى يبقى العجله سالبه ومن ثم اعرف نوع الحركه. طيب حاجه تاني الشكل بقى بتاع الموضوع الزمن ده. ايوه برضو. طب افرض المنحنى محدب لاسفل
المنحنى محدب لأسفل برضو في التفاضل يبقى المشتقة التانية اللي هي العجلة تبقى كمية موجبة. يبقى احنا قلنا تحدب لأعلى يبقى العجلة سالبة، تحدب لأسفل اهو محدب لأسفل اهو يبقى العجلة موجبة. نيجي في الفترة من صفر لاتنين، بس نخلي بالنا اللي بنقوله ده كلام رغم أهميته، لكن يستلزم بالضرورة علشان أشتغل بيه إن يكون عندي منحنى مرسوم سينون. الموضع زمن. ما هو هنا كده. ما أنا قلت في الشكل المقابل يمثل منحنى الموضع والزمن. مش أي منحنى نشوف رسمه في كتاب المدرسة ولا كل حاجة. لا حاجة. أيوة ده موضع. بنتكلم ده موضع زمن. والزمن. عشان مادام هو موضع زمن فمشتقته التانية عجلة. يبقى من حق أعمل كده. جينا بقى برضه عايز أوضح التصارع والتباطؤ. أيوة. قلت في الفترة من سن الاتنين ميل المماس سالب يبقى السرعة سالبة يبقى السرعة سالبة والعجلة أصلا موجبة عشان محدب لأسفل يبقى عين في جيم أظهر يبقى توجد حركة تباطؤ. طب في الفترة من اتنين لأربعة ميل المماس اللي هو السرعة موجب والعجلة موجب يبقى فيها حركة ايه تصارع. جميل وضحت الحتة دي. الشكل رقم ثلاثة أوضح كمان في الشكل رقم ثلاثة هنبص التائي ده منحنى الازاحه او الموضع والزمن يناظره بقى ده منحنى السرعه والزمن ده يناظر هنشوفه دلوقتي ليه بقى اهو يناظره ازاي اهو باين اهو في على الرسمه اهو هنبص التائي ده محدب لاسفل محدب لاسفل اللي هو الجزء الاولاني ده لغايه 2 يعني من 0 ل 2 محدب لايه لاسفل والعجله اصلا والسرعه اصلا من المماس سالب مش كده يبقى في منحنى السرعه لازم السرعه تطلع اسفل المحور النون وانا وضحت الكلام ده الحلقه اللي فاتت اما يكون المنحنى اسفل محور نون تبقى العجله السرعه سالبه في الفتره من 2 اللي بعد كده هتبص المحدب لاعلى يبقى العجله هتبقى موجبه محدب لاعلى يبقى العجله سالبه انما برضو السرعة هتبقى سالبة برضو يبقى هنا السرعة سالبة وهنا السرعة سالبة النقطة عند سين بساوي اتنين دي بيسموها نقطة انقلاب عند نقطة الانقلاب يبقى المشتقة التانية بصفر اكيد وبالتالي يبقى العجلة بصفر مفيش عجلة تعالوا بقى في الرسم هنا هتبان معنى العجلة بصفر على المشتقة التانية بصفر يعني المماس عندها بيوازي محور السينات افقي ففعلا عند نقطة انقلاب المماس افق اهو يبقى معنى كده ان س بتساوي 2 دي نقطه ايه انقلاب بس الفرق ان المنحنى اللي على اليمين ده ازاحه موضع زمن انما اللي على الشمال ده السرعه لذلك هنا في تزايد في السرعه وتناقص وفي الحالتين السرعه سالبه في الحالتين السرعه سالبه لذلك في شكل في الكتاب انا يعني قلت النوبه اللي فاتت ان الشكل ده ينظر ده كان مديك ثلاث اشكال وواحد في المدرسه مظبوط فالشكل ده هينظر ده عشان ده دائما السرعه سالبه وهنا السرعه سالبه تحته صح. طيب نيجي مثال بقى برضو في المدرسه اهو مديني ثلاث اشكال منحنيات مرسومه كلها للسرعه والزمن عايز نحدد اشاره العجله ونعرف اذا كان الجسم بيتحرك بتسارع ولا بتناقص نمسك الشكل الاولاني عين موجبة ليه؟ عشان عين مرسومة فوق محور نون احنا قلنا بقى اي حاجة فوق المحور الافقي تبقى موجبة في العين او حتى في الازاحة في اي حاجة يبقى هنا عين موجبة تبجيم يبقى السرعة موجبة ماذا عن العجلة؟ لو انا رسمت مماس او بلاش مش ده محدب لاسفل يبقى العجلة ايه؟ ده محدب لاسفل بقى العجلة موجبة يبقى عندنا في الشكل الاولاني ده عين اكبر من الصفر تمام وجيم اكبر من الصفر يبقى عين في جيم اكبر من الصفر يبقى حركة تصارع اللي جنبها برضو السرعة موجبة ماذا عن العجلة ده محدب لأسفل ده السرعة اكبر من الصفر انما العجلة اصغر من الصفر حتى لو انت عملت مماس لا ما هو ميل المماس لمنحنى السرعة يديك العجلة اللي هو المشقة الاولى للسرعة يبقى عين في جيم أصغر من الصفر يبقى توجد حركة تباطؤ. تعالى في الشكل ثلاثة. عين سالبة. لا هو المنحنى محدب ازاي دلوقتي؟ ده محدب لأسفل. أهو. يبقى العجلة. ده محدب لأسفل يبقى العجلة موجبة. محدب لأسفل يبقى العجلة موجبة.
يبقى عين في جيب اكبر بصفه في حركه تصارع. تمام تمام كده. شكله اتنين. تاني يا استاذ محمد. ده محدب لايه؟ ده محدب لاسفل. يبقى العجله موجبه. ايوه محدب لاسفل. مش احنا قلنا التحدب لاسفل؟ اه التحدب لاسفل يبقى العجله موجبه. لا بس هنا العجله سالبه. لا بص معايا كده. لو انا جيت رسبت المماس كده اهو هيعمل زاويه منفرجه، يبقى العجله سالبه. يبقى عين في جيم، يبقى عين في جيم. اصح بنعمل في الفتره دي، فالفتره السرعه موجبه، ولو عملت المماس عندها يطلع زاويه منفرجه، يبقى العجله سالبه. ما فيش هنا تحدب، التحدب لسه يكمل. يبقى عين في جيم اصغر من الصفر، يبقى الحركه. طب اسمح لي يا استاذ شعبان بعد اذنك. نعم. هناخد بس احمد من القاهره ونتناقش في الموضوع ده. باشمهندس احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مستر محمد؟ عامل ايه يا ابو حميد؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. بقول لك ازيك يا مستر محمد، عندي مساله بس عايز اسالها حضرتك فيها. امر. بيقول لك اكتب حضرتك المساله بس. بيقول لك كره معدنيه وزنها واو. ايوه وزنها واو نيوتن، موضوع بين حائط راسي املس ومستوى مائل املس. ده استاتيكا. استاتيكا. معلش. لا عينينا. راسي املس ومستوى مائل املس. يمين على الافقي بزاويه ايه؟ مائل املس يمين على الافقي بزاويه ايه؟ على حيث حيث جتا ايه 3 على 5. حلو. زاويه ايه؟ حيث جتا ايه 3 على 5. اوجد ردي الفعل بين الكره والمستوى المائل. حلو. ردي الفعل بين الكره والمستوى المائل. بين الكره بدلاله الوزن واو والمستوى. جميل. المائل والافقي بقى طبعا ردي الفعل واحد مع المستوى الافقي الراسي، واحد مع المستوى المائل. المائل والراسي بدلاله واو. انت قلت المستوى المائل بس يا احمد. هيبقى لا هو مكتوب هنا ردي الفعل بين الكره والمستوى المائل. ماشي. بدلاله الوزن واو. حلو. انت قلت حاجه كده مكتوب هنا، هنا فين؟ مكتوب هنا فين؟ هنا فين؟ يعني في الشيت. في الشيت. هي دي مش مساله ثانويه عامه؟ دي مساله ثانويه عامه ولا مش مساله ثانويه عامه؟ لا هو انا انت جايبها منين؟ انا جايبها من ماشي ماشي خلاص انا فهمت. اوكي حاضر. حاجه تانية؟ ماشي. بقول لحضرتك بس ان دلوقتي الحلقه بتاعت الاتزان اللي هي رقم 3 اللي حضرتك هتشرح فيها 8 اسئله. الاتزان العام. الاتزان العام. اللي هنشرح فيها انهي 8 اسئله بقى؟ اللي هو كانوا اخر 8 اسئله ودخلتوا فيها على الزواج. كويس. مالها؟ دي انا مش لاقيها، بدور عليها على اليوتيوب عشان بسمع ورا حضراتكم يعني، فمش لاقيها. حاضر، هنحاول ننزلها على. طب انت تابعنا يا احمد، واحنا يمكن في بعض الحاجات بتتاخر شويه، في ناس كده ولاد حلال زيك بيرفعوا الحاجات دي اول باول، فانت بس تابعنا او ارجع تاني للكنترول هيقول لك المصدر اللي ممكن تجيب منه الحلقات القديمه. ماشي. طب ماشي. طب قول لحضرتك معلش بس اخر سؤال معلش. انا اؤمر. دلوقتي استاذ شعبان شرح المره اللي فاتت اللي هو خط الاعداد. ايوه. لما مثلا السرعه بتنعدم مثلا من 0 ل 3. دلوقتي انا معرفش اجيب اشاره عين مثلا. العين لو اعلى المحور الافقي تبقى العين موجبه، لو اسفل المحور الافقي تبقى سالبه. لا ثواني، هو كان بيتكلم على معامل الاول. سلم عليه اهو استاذ شعبان موجود اهو، سلم عليه الاول. ماشي. ازيك يا مستر شعبان؟ عامل ايه؟ ازيك الحمد لله. بقول لحضرتك يا مستر شعبان. دلوقتي في خط الاعداد لما تنعدم مثلا السرعه عين مثلا ندي مثال عين مثلا بتساوي 2 ناقص 4. مش كده؟ ماله بقى؟ باجي على خط الاعداد اهو. من 0 اولا، من 2 ل 4. هيبقى نون هنا، هتبقى نون ب2. اللي على اليمين اشارته مثل اشاره معامل نون. يبقى بالموجب. طب سؤال معلش، سؤال دلوقتي حضرتك وانا بسمع الفيديو قلت النون تربيع والنون، يعني مثلا لو معامل النون تربيع. طب استنى استنى موجب. لو قال لك نون بس استنى بس، عين بتساوي نون تربيع ناقص 3 نون زائد او زائد 3 نون ماشي.
زائد تس... لا بلاش لا 9 عشان يبقى لها جذرين ناقص 3 ناقص 4 زائد 4 ناقص 4 ناقص 4 خلاص تتحل الاربعه في واحد هيبقى نون ناقص 4 ونون زائد 1 يبقى نون بكام ب4 ونون بسالب 1 طبعا احنا عندنا زلم ازام بالسالب بس لما نيجي على خط الاعداد ادي صفر ده هنا سالب 1 وهنا كام 4 و4 اللي بين مخالفه لاشاره معامل اللي بينهم عكسه اللي فاضل مثل يا احمد ايه السؤال بتاعك بقى السؤال بتاعنا ايوه انا عايز اعرف الاشاره دي اللي في النص اللي هي كان ما بين السالب 1 وال4 او الصفر والثلاثه أيوة مثلا دي بقى حدد اشارتها اذا بص يا احمد اللي بينهم دايما عليها. عكس اشاره معامل النون تربيع او سين تربيع اقول لك حاجه ثانيه خد قيمه وعوض في الفتره دي بس خد قيمه وعوض يعني لو خدت صفر عوض كده هيبقى سالب 4 هيبقى ده سالب اهو اللي بره خد اي قيمه اكبر من الاربعه تطلع ده موجب ويطلع ده موجب راح يعني هو في اي بحث اشاره يا احمد بعد اذنك يا استاذ شعبان في اي بحث اشاره ممكن تلجا للي بيقول عليه استاذ شعبان تاخد اي قيمه في المنطقه اللي انت شاكك في الاشاره بتاعتها موجبه ولا سالبه وتعوض فيها لو طلع ناتج موجب يبقى المنطقه كلها عامله الاشاره الموجب فيما يتعلق بالداله التربيعيه اللي حضرتك بتسال عنها دايما معروفه درسناها في اولى ثانوي في بحث اشاره الداله اللي بينهم عكس واللي فاضل مثل عكس ومثل اشاره معامل نون تربيع ده السؤال ماشي يا احمد اهلا بيك يا باشمهندس اهلا بيك نرجع بقى يا استاذ شعبان للرسمه دلوقتي الرسمه انا عندي اهي التحدب والحاجات دي يا استاذ محمد لو كان المنحنى بين الازاحه والزمن ده اللي انا بقوله انما ده السرعه أيوه والزمن عايزين بقى نقول الكلام ده من الاولانيه بس احنا عملنا كده في الاولانيه الاولانيه قلنا ميل المماس في الاولانيه هجيب ميل المماس اهو ولذلك بقى احنا كنا بنقول ايه من 10 دقايق يا استاذ شعبان اللي بنقوله ده يستلزم بالضروره ان يكون عندي منحنى ايه الموضع الموضع والزمن هنا بقى عين عندنا عين موجبة وجيم موجبة يبقى تسارع هنا بقى لو انت عملت المماس اهو هيعمل زاوية منفرجة أيوة. يبقى العجلة سالبة وجيم موجبة يبقى حركة تكسرية او حركة تباطؤ تعال في الرسمة الاخرانية اهو تعال كده العجلة موجبة والسرعة سالبة على فكرة الرسومات دي اسهل بكتير ليه لان السرعة فيها بمجرد النظر معروفة يا فوق يا تحت يا موجبة يا سالبة والعجله من المماس اللي بترسم يطلع نايم على جنبه اليمين العجله هنا هتطلع موجبه يبقى عين سالبه والجيم موجبه وجيم موجبه يبقى عين في جيم اصغر من صفر يبقى توجد حركه ايه تباطؤ فاضل برضو لا عايزين بقى منحنى موضع زمن موضع زمن رسومات زي دي كده في كتاب المدرسه برضو بس موضع زمن علشان نستفيد بقصة التحدب دي بقى اللي نضل على التحدب نيجي في شكل واحد المنحنى اصلا اولا في شكل السرعة. واحد اسألني شكل واحد انا شايف ان السرعة سالبة عرفتها منين من الميل المماس تمام يعني لو عملت ميل مماس كده بيعمل زاوية منفرجة يبقى عين اصغر من الصفر المنحنى محدب لاسفل ومتأكد انه موضع زمن يبقى العجله موجبه وما دام العجله موجبه والسرعه سالبه يبقى المنحنى يدل على ان الحركه حركه تباطؤ تمام كده تمام اهو هنا العجله موجبه وعين سالبه يبقى عين في جيم اصغر من صفر يبقى حركه تباطؤ حلو الرسمه اللي جنبها بقى هنا قبل هنا ده منحنى ايه موضع زمن موضع زمن إيه؟ يعني لما هرسم مماس للمنحنى هيطلع لي السرعه سالب موجبة ده سرعة موجبة اهي ماذا عن العجلة عين اكبر من الصفر حلو والعجلة ده تحدب لفين برضو لأسفل لأسفل يبقى العجلة موجبة يبقى عين في تصارع. جيم اكبر من يبقى حركة تصارع التالتة السرعة موجبة او عين موجبة منحنى محدب لأعلى يعني العجلة سالبة عين اكبر من الصفر ومحدب لأعلى يبقى العجله ايه سالبه يبقى عين في جيم يبقى تباطؤ يبقى حركه تباطؤ تمام ده في كتاب المدرسه ده الفرق ما بين المنحنى الموضع زمن والسرعه زمن سرعه زمن حلو. يبقى نركز زي ما الاستاذ محمد قال هل المنحنى عندي سرعه وزمن ولا موضع وزمن زمن. حلو موضع وزمن ممكن العب اللعبه بالتحدب ايوه
طب في مثال بقى برضو من كتاب المدرسة بيقول ان في جسيم بيتحرك في خط مستقيم بحيث كان القياس الجبري للسرعة عين يعطى في علاقة مع القياس الجبري للموضع. انا اعتقد الاسبوع اللي فات اتكلمنا في انه العجلة مش دايما ده العين ده النون، لكن ممكن تبقى عين ده العين ده السين. لما يكون العجلة السرعة ده اللي في الموضع. حلو، يعني العجلة يا إما دلعين دلنون يا إما عين دلعين دلسين. طب هنا بيقول لي إيه بقى؟ عين تربيع بيساوي 16 ناقص 9 جتا سين، أوجد أقصى سرعة وعجلة الحركة عند إيزن. هذه موجودة في كتاب المدرسة. طب نشوف كده، آدي عين تربيع بتساوي 16 ناقص 9 جتا سيتا، اشتق بالنسبة لسين يبقى 2 عين دل عين دل سين هتساوي 16 بصفر الجتا بسالب يبقى 9 جا سين. عين دل عين دل سين قلنا العجله يبقى 2 جيم بتساوي 9 جا سين، يبقى جيم 9 على 2 جا سين. تمام، دي العجله. طيب اوجد اقصى اجيب اقصى سرعه دي منين يا استاذ شعبان؟ اقصى سرعه عندما العجله تبقى بصفر. لانه فعلا لما السرعه تبقى كنا قلنا في المراجعه اما يكون الجسم ماشي بسرعه منتظمه او باقصى سرعه يبقى ما فيش تغير في السرعه. يبقى العجله بكام؟ بصفر. ولانه مفهوم العجله الثابته هو التغير في السرعه، ولانه منحنى السرعه مع الزمن لما يبقى فيه نقطه قيمه عظمى يعني السرعه اكبر ما يمكن عند النقطه دي الممس افقي فتبقى العجله بصفر. يبقى العجله بصفر من المنحنيات برضه. تمام. يبقى نيجي نقول له كده عند اقصى سرعه اهو، عند اقصى سرعه هيبقى جيم بتساوي صفر، يعني 9 على 2 جا س بتساوي صفر. طيب يبقى جا س بصفر بتساوي صفر. نرجع بقى نوقف بقى لحل المعادله المثلثيه في اولى ثانوي بس على اصوله بقى. الزاويه اجيبها صفر امتى؟ امتى لما تبقى الزاويه كام؟ هي في الظروف الطبيعيه مش واحنا في ثالثه ثانوي نقول عند الصفر وعند ال180 صفر وباء. بس بشكل عام بقى نقول ايه؟ يبقى سين بتساوي باي زائد باي ر. ايوه، حيث ر تنتمي لصاد. حلو. يعني بحيث لو حطيت ر بصفر يبقى جا صفر. الصفر بصفر اللي قلنا عليه يا اما صفر زائد باي يبقى باي وترجع تاني صفر وهكذا وهكذا تقعد تغير في الاعداد بقى. طيب في مشكله هتقابلنا. احنا عاوزين نجيب السرعه. ايوه، فانا عندي عين تربيع اصلا بتساوي 16 ناقص 9 جتا س. والسين طلع سين ديت بقى في مشكله. يا اما تطلع عدد فردي لا اما سين ديت لو طلعت جتا صفر بواحد يبقى في الحاله ديت يبقى الر اما تطلع بصفر او اتنين او اربعة. انا بقول لك يا اما فردي يا اما زوجي. هي ليه احتمال التالت غير عشان الجتا بتتغير. ايوه مش كده؟ اقوله كده عندما ر بتساوي عدد فردي. يعني ر تاخد واحد اللي هي 180 وبعد كده دور زود 180 زود 180 زود عليها 360 بقى. صح. لذلك هنبص التاقي ان جتا 180 بسالب واحد. ايوه، وكل ما تزود عليها دوره كامله ترجع في نفس المكان بتاعها يطلع سالب واحد. تمام، يعني حط ر بثلاثه هيبقى 3 باي زي ما انت بتقول هي باي زائد 2 باي. ايوه ايوه، هتطلع في الحاله ديت تبقى عين تربيع هتساوي 16 زائد 9. انما لو هي زوجي هتبقى كام؟ 25. صح، في الحاله دي تبقى يبقى العين موجب او سالب 5. موجب او سالب 5. لو هي زوجي بقى هنعملها ان كلام مهم قوي بنخلص بيه المساله اللي في كتاب المدرسه. بس ناخد بهاء من الشرقيه. اهلا بيك علاء من الشرقية. اهلا بيك يا بس مهندس علاء. علاء مش بهاء. اهلا طبعا. علاء وعليكم السلام ورحمه علاء. الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا يا عم علاء. ازيك يا استاذ شعبان؟ انا ازيك علاء. ازيك صح اؤمر.
وخليك معايا مسألة يا استاذ. يلا قول قول على طول. ألف ب قطر في الدايرة. ألف ب قطر في دايرة. استاتيكا ولا ديناميكا دي؟ لا ايه فيزياء. تفاضل تفاضل. طب ما طب احنا بس عشان النهارده الحلقه بتاعتنا في الديناميكا وممكن نتلقى اسئله استاتيكا في يوم تاني. الزملاء الافاضل الاعزاء بيشتغلوا يوم الخميس. ايوه الخميس ممكن تتصل تديهم مساله التفاضل. معلش يا علاء عندك حاجه ديناميكا؟ علاء لا يا مستر معلش هتتصل يوم الخميس. الخميس برضه بتنفس المعاد في نفس المعاد. اتفضل. نعم اؤمر يا حبيبي. يلا الف زي كنت في الدايره برضو. لا ما دي تفاضل. تفاضل, تفاضل ولا ديناميكا؟ دي تفاضل يا مستر. ما انا بقول لحضرتك يا باشمهندس علاء احنا النهارده في التطبيقيه ديناميكا ولو حاجه في الاستاتيكا اهلا وسهلا عشان احنا مقسمين الشغل بس. فانت حضرتك مشكورا هتتصل يوم الخميس. ماشي ماشي. اهلا بيك يا علاء. اهلا وسهلا. يلا يا استاذ شعبان. طيب طلعت الموجب وسالب خمس. لو ره زوجي. لو ره زوجي بقى يبقى الكلام مختلف. يعني اما ري بصفر اصل زوجي دي يعني اتنين باي مثلا. أيوة. يعني 360 يعني صفر. يعني صفر وهرجع لها تاني. لا هتبقى جتا صفر. ايوه انا بقول جتا صفر يبقى بواحد. ايوه وفي الحال دي بقى عين تربيع بتساوي 16 ناقص 9. مش احنا اتفقنا ان هي صفر 180 ومضاعفاتهم بقى. فلما تبقى زوجي يبقى عند الصفر. عند لما الصفر. تبقى فردي تبقى عند ال 180 الباي. الباي هتبقى 7. اذا عين هتساوي موجب او سالب جذر 7. فين القيمه القصوى هنا او القيمه الكبرى؟ اعلى واحده فيهم بقى اللي هي بزائد او ناقص 5. تمام. زائد او ناقص 5 يبقى دي لان جذر 7 ده اصغر. عشان الخمسه اكبر من جذر 7. وعندئذ تنعدم العجل. تنعدم العجل عند القيمه القصوى. تمام كده. هي في كتاب المدرسه المساله بتاعتها. موجوده في كتاب المدرسه. طيب واحده بقى اللي هي كانت اسماء قلت لنا عليها بقى اسماء. هي مساله اسماء اهي واحنا ماشيين كده بالترتيب نحل. وكمان في سؤال من احمد بس نخلص اسئله اسماء. بتقول جسيم يتحرك في خط مستقيم تبعا للعلاقه س بيساوي ا ج ك ن حيث س تعبر عن القياس الجبري للموضع ونون الزمن والف وكاف تنتمي لحا. يوجد بقى ثلاث حاجات. اولا العلاقه بين عين وسين حيث عين القياس الجبري للسرعه. اثنين عايز السرعه لما س بالف على اثنين. ثلاثه عايز الزمن المستغرق حتى تكون س بناقص الف على اثنين. كمان عايز عجله الحركه. برضو دي مساله في كتاب المدرسه. مساله في كتاب المدرسه ومهمه جدا تصلح تيجي في الامتحان. وده كان اول سؤال سالته اسماء النهارده في المقال. دلوقتي انا عندي جا س ده متجه موضع طبعا. ايوه ا ج ك ن. هو عايز يجيب العلاقه بين السرعه ومتجه الموضع. حلو. انا لو اشتقت س هديك السرعه. يبقى عين. بس هو للاسف يا استاذ شعبان حضرتك هتشتق وهجيب السرعه. بس مش ده اللي احنا عايزينه. طيب. هيطلع لك السرعه بالنسبه للزمن. يبقى دي علاقه بين سرعه وزمن فمؤقتا يعني. هيبقى ألف كاف جتا كاف نو زي ما الاستاذ محمد. السرعه دي علاقه بين يعني بقت عين كده علاقة فيها عين ونون. جتا كاف نون. احنا مش عاوزين علاقة بين عين ونون. لا ده انا عايز عين وسين. ففي لعبة صغيرة. طيب هو احنا قبل ما نلعب اللعبة دي احنا فين المشكلة عشان نلعب ونحلها؟ عاوزين نجيب سين. ماشي. لا المشكلة الاصلية ان اللي طلع لي ده ايه؟ جا ولا جتا؟ سرعة وزمن. ايوة بس جا ولا جتا؟ جتا. واحنا عايزينه يبقى ايه؟ جا. ليه؟ عشان عندي سين بيساوي ألف جا كاف نون. عشان السين جنبها. فانت عايز احول من الجتا الى جا. ينفع؟ لا. لكن لو جتا تربيع ينفع. طب خليها جتا تربيع. يبقى هربع ربع الطرفين. ألف تربيع كاف تربيع جتا تربيع كاف نون. طب برضه لغايه دلوقتي ما وصلناش. لا ممكن نشيل بقى الجتا تربيع. يبقى واحد ناقص جتا تربيع. جتا تربيع نجحت الخطه. واحد ناقص جا تربيع كاف نون. يبقى ألف تربيع كاف تربيع واحد ناقص الجا تربيع. أيوة. بسين تربيع على ألف. حلو. يبقى سين تربيع على ألف تربيع. تمام. عشان جا كاف نون. أيوة. عبارة عن سين على ألف. يبقى كاف تربيع اضرب الألف جوه يبقى ألف تربيع ناقص سين تربيع. يبقى دي يبقى عندنا وصلنا احنا ايه؟ ان عين تربيع بقت جنبها سين اهي. عين تربيع كاف تربيع
في ألف تربيع بقت علاقة بين سرعة والسين اللي كان عايز. اللي كان ممكن نكتب بقى موجب أو سالب عشان يبقى علاقة عين بس. لا عايز يبقى عين بقى. ده عين بتساوي موجب أو سالب كاف مقياس. ما نقول موجب أو سالب كاف جذر ألف تربيع ناقص سين تربيع. بس يبقى يقصد موجب أو سالب دي مقياس كاف يعني. حلو. ما هو خلاص جذر كاف تربيع يعني اللي هو مقياس. الجزء الثاني بقى بعد ما جبنا العلاقه عاوز عين عندما سين بألف على اتنين. بألف على اتنين سهله بقى ما العلاقه موجود. ادي عند عين تربيع كاف تربيع ألف تربيع سين بكام؟ ألف على اتنين يبقى ألف تربيع على كام؟ على أربعة. يبقى عين تربيع كاف تربيع في تلات أرباع ألف تربيع يبقى عين برضو زائد أو ناقص جذر تلات على اتنين كاف ألف. تمام كده؟ لسه في كمان واحدة. الزمن الذي يستغرقه الجسم حتى يكون سين بنقص ألف على اتنين. نرجع احنا عاوزين نجي الزمن لما سين يبقى نجي بتاعة العجلة الأقل فيها النوم بقى لا بقى سين ونوم. فانا عندي سين ألف جا كاف نوم عندما سين بسالب ألف على اتنين يبقى سالب ألف على اتنين بتساوي ألف جا كاف نوم يبقى جا كاف نوم بتساوي سالب نص. محاولة مثلثية زي المرة اللي فاتت ده بتقع في الربع الايه التالت. تمام. الجا سالبة اما في التالت او الرابع. اما تالت اما رابع. فلو كانت عندنا في الربع التالت هيبقى كاف نون بتساوي اللي هي تعتبر 210. 210 اللي هي كام؟ 7 باي على 6. ازود بقى دورات كامله يبقى زائد 2 ر باي. يبقى نون بتساوي 7 باي على 6 كاف زائد 2 ر باي على 6. طب ما احتمال تقع في الربع الايه؟ الرابع. تبقى بالسالب. يبقى عندنا عين يبقى في الربع الاول في الربع الرابع يبقى كاف نون بتساوي سالب باي على 6. وزود برضو دورات كاملة زائد 2 ر باي يبقى نون بتساوي سالب باي على 6 كاف زائد 2 ر باي على كام؟ على كاف. طلب حاجة تاني وعايز العجلة بتاعت الحركة لما بعد ما نجيب بقى الزمن عندما يكون سين بنقص ألف على 2 يعني عند إذن. عندما تكون لا ده سين ناقص ألف على 2 ما دي جبناها خلاص الزمن. أنا عندي العجلة بتساوي إيه؟ مشتقة الايه؟ السرعة. تمام. فالسرعة عندنا بكام؟ عندنا عين اللي هي تبقى ناقص ألف كاف تربيع جا كاف نون. جيم هتساوي ناقص ألف كاف تربيع جا كاف نون. يعني الألف كاف ده ثابت والجتا كاف نون مشتقتها سالب جا والكاف طلعت برضه. طيب. دي العجلة. عوض بقى عن السين بناقص ألف على اتنين. يبقى سين يبقى جيم بتساوي طب انا عندي سين بتساوي اصلا سالب الف على اتنين الف جا نون كاف نون. يبقى جا كاف نون بتساوي السين على الف. مش كده؟ ايوه. يبقى جا كاف نون فانا عندي سين بتساوي كام؟ سالب الف على اتنين. هنعوض بيها يطلع العجل على طول. سالب الف على اتنين عوض هنا بقى يبقى سالب ألف كاف تربيع هتطلع العجلة ألف كاف تربيع على اتنين. يبقى هتطلع جيم ألف كاف تربيع على اتنين. سهلة يا مجرد تعويض. وده كان سؤال أسماء اللي كلمتنا من شوية ومعاه سؤالين تانيين نقولهم في 10 ثواني. عشر ثواني. السؤال بتاع جسيم يتحرك في خط مستقيم معادلة حركته سين بيساوي اتنين زائد لوغاريتم نون زائد واحد للأساس هي اتنين زائد لوغاريتم نون زائد واحد للأساس هي.
هو بمنتهى البساطة مدياني أربع اختيارات، يا ترى السرعة والعجلة الاتنين بيزيدوا ولا بيقلوا، ولا واحدة بتزيد واحدة بتقل. هي سطر واحد، السرعة هي مشتقة الإزاحة، فيطلع السرعة مشتقة الموت، واحد على نون زائد واحد. يعني قصدك انت هنا أيوة. يبقى السرعة عين بيساوي واحد على نون زائد واحد، واحد على نون زائد واحد. والمنظر اللي حضرتك شايفه ده دائما موجب، لانه الزمن دايما موجب. خلاص يبقى دي موجبة دائما. اشتقاها يطلع العجلة سالب واحد على نون زائد واحد الكل تربيع، ده العجل. سالب ومدام العجلة دايما سالبة والسرعة دايما موجبة بالاختيار رقم ثلاثة يا أسماء. المسألة اللي بعدها اللي طلبتها أسماء، ويبقى خلصنا كل أسئلتها، بتقول لك أي من متجهات الموضع الآتية هو متجه إزاح؟ أقول لحضرتك السين الأولانية الأولانية كانت 3 نون تربيع ناقص 5. كم؟ 3 نون تربيع ناقص 5 سين، هي بس مديانة 4، هي واحدة فيهم بس اللي تصلح. اللي هي حضرتك هتكتبها سين بيساوي نون ناقص 2 الكل تربيع ناقص 4. ليه أسماء دي الوحيدة اللي اخترناها؟ عشان دي لما نجيب الناتج النهائي بتاعها، يعني فك القوس، يطلع نون تربيع ناقص 4 نون. نون تربيع ناقص 4 ما فيهاش حد مطلق، 4 ناقص 4 ما فيهاش حد مطلق. فعشان كده لما أقول له الإزاحة س ناقص س الابتدائية هي الموضع، هي الموضع. لكن التانيين كلهم لما تقولي س ناقص س الابتدائية، ما أنا كنت أنا قلت برضه لو هي متابعة الحلقات، طالما عندك متجه او منحنى مفيش حد مطلق يبقى بالمناسبه مطلق. بقى عشان لو اتصل التاني، هو الثلاثه التانيين كلهم لو جربناهم س ناقص س الابتدائيه مش هيطلع نفس المشكله، حتى اللي فيها كسر دائما المناسبة. دائما الفرق بين منتجه الموضوع ومنتجه الازاحه مفيش حد مطلق، مفيش حد مطلق. تمام، في الموقف الازاحه كده خلصنا اسئله اسماء، ونرجع بقى للمساله المهمه اللي جايه بنتكلم فيها عن التكامل. تيجي نخش الاول في التكامل يا استاذ شعبان؟ عشان الوقت في الاول التكامل احنا محتاجين حته صغيره كده في التكامل المحدد، اذا كان حد بيتفرج لسه ما خدش التكامل المحدد. ايوه. فبيقول لك ايه لو انا عندي تكامل دار شرطه س بالنسبه لس من ألف لب، ألف وب ده اسمه حدود التكامل. ده الحد الادنى، ده الحد الاعلى. ايوه، تكامل دار شرطه س بدال س، فبكتب كده دال س الحدود من ألف لب مرة عوض عن سين ب وبعدين ألف، يعني بتساوي ده الب ناقص ده الألف على طول. مفيش هنا ثابت، مفيش ثابت، لأن الثابت لما هعوض باللي فوق هيروح على نفس الثابت لما ثابت الايه اللي تحت. تمام كده. لذلك لو أخدت مثال كده قال لك تكامل 6 سين تربيع ناقص 2 سين زائد 1 بالنسبة لسين من 1 ل 3 هكمل دي، هيديك 6 س تكعيب على 3 ناقص 2 س تربيع على 2 زائد س من 1 ل 3 هتطلع 2 س تكعيب ناقص س تربيع زائد س. هقعد مره بس ب 3 ومره س ب 2، يبقى الحتله 2 في 27 ناقص 9. هو انا عندي مقترح وحضرتك شغال، يعني احنا كلنا عندنا آلة حاسبة، وكلنا برضو كطلبة في ثانوية عامة مسموح لنا نخش الامتحان اللجنة بالآلة الحاسبة، بل ونستخدمها في كتير من الاحيان. فانا رايي الشخصي المتواضع بعد اذن حضرتك يا استاذ شعبان، ان كل مسائل التكامل المحدود اللي من النوع ده حتى بما فيها اللي فيها داله مثلثيه ممكن اجيبها اسرع بكتير بالاله الحاسبه. اكتبها في الاله، هتكتب علامه التكامل المحدود وتكتب من كام لكام والثلاثة اكس سكوير. بس في الطالب عاوز يتعلم بالتفصيل. لا ده طبعا وحضرتك شغال، يعني انا بقول لك يعني سواء للحل ما ايدني حضرتك في الفكره دي طبعاً او حتى للتاكد. بس طالما قلنا المعلومه دي بقى استاذ شعبان، يمكن ناس كتير بتحل بالاله. اوكي، لو المسألة بتاعت التكامل المحدود فيها جاه أو جتا، يعني فيها دالة مثلثية، وانت كتبتها بالآلة، الناتج هيطلع غلط. ليه؟ لأنك لازم تغير بالمود السيستم اللي شغالة بيه الآلة من ديجري إلى راديان. راديان، فهي الديجري اللي هو دي، الديجري اللي هي بتقدير 60 مكتوب فوق كده دي. حضرتك بس لما تيجي تشتغل مسألة فيها تكامل جاه أو جتا هتدوس شيفت مود، هتدور على الراد وتشتغل مسألتك تطلع الناتج صح وترجعها تاني والنبي. بس انا هقعد على س بواحد بقى هيبقى 2 ناقص 1 زائد 1 هيبقى هنا كام 54 هتطلع 54 ناقص 6 ناقص 2 هيبقى 48 ناقص 2 هيطلع ب 46 يبقى ده التكامل المحدود. بس ده بنقوله ليه بقى؟ بقوله
عشان افرض عكسنا العملية. يعني احنا كان عندنا الموضع بنشتقه. يديك السرعة. نطلع السرعة. طب لو السرعة اكملها. يديك الموضع. ولو العجلة اكملها تديني السرعة. ونقدر نستنتج القوانين اللي احنا كنا عملناها قبل كده. اللي احنا حافظينها من زمان دي. ياريت. يعني مثلا عندك احنا عندنا العجلة. ولو انه هنشوف النهاردة في حلقتنا اكيد كتير من المسائل مش لازم كلها تصلح تتحل بالتكامل بس واجيب الثابت بطريقتي او بالتكامل المحدد كله مفيش ينفع. يعني لو في استثناءات قليلة هنشوف حلقة. هنعمل الحاجات دي حاجتين. عندنا العجلة اصلا بتساوي ده العين ده النوم. لو انا جبت تكامل الطرفين يبقى تكامل ده العين هتساوي تكامل جيم ده النوم. تكامل ده العين بعين يديك تكامل جيم ده النوم. لو عاوز تستخدم التكامل اللي احنا بنعمله ده نستنتج القوانين اللي احنا حافظينها من ايام الفيزياء في اولى سنه. لو عاوز تستخدم التكامل المحدد هقول له تكامل ده العين من عين صفر العين بتساوي تكامل جيم ده النون من صفر من النون. صفر النون هتبقى ديت عين ناقص عن صفر ما دي تكامل عين أكيد. هتساوي جيم تكامل جيم ده النون. ده حاجة صريفة جدا. ان عين ناقص عين صفر تكامل جيم ده العين من صفر النون. المساحة اللي اسفل منحنى العجلة يديك السرعة. منحنى العجلة الزمن المنحنى ده المساحة تديني السرعة. اهو المساحة عشان نستخدمها في المساحة. نستخدمها كتير. المسافة او المساحة اسفل منحنى العجلة والزمن يديك السرعة. صح. جيت قلت انا ايه بقى افرق جيم دي سهل. والمساحة اسفل منحنى السرعة الزمن. ما هنقول الكلام بس عشان بالترتيب كده. يبقى عنا اصلا صفر تكامل جيم ده النون. طب لو كان جيم دي ثابتة. لا. هيبقى عين ناقص عن صفر هتساوي جيم تكامل ده النون من صفر النون. يبقى عين ناقص عن صفر هتساوي جيم نون. ده لو ثابت. لو العجله ثابته مش ثابته هنشوف. وبالتالي اقدر اقول له عين بتساوي عن صفر زائد جيم نون. ده اللي احنا كنا حافظينه. هتقول لي لو مش ثابته هنشوف دلوقتي. دي لو مش ثابته حاجه ثانيه بقى افضل اسيبها واكملها. لو العجله داله في الزمن تمام كده. طيب لو انا عندي عين بتساوي ده السين ده النون. ايوه. يعني عندي الازاحه اشتقتها ديك السرعه. ايوه. طب عندي السرعه اصلا ده السين ده النون هكامل الطرفين يبقى تكامل ده السين هتساوي تكامل عين ده النون. طيب يعني العجله المره دي داله مش الزمن تكامل عين ده النون. ايوه داله في الموضع. ده داله موضع. ايوه. لو هستخدم التكامل المحدد يبقى تكامل ده السين من سين صفر لسين يساوي تكامل عين ده النون من ايه من صفر للنون. ده سين ناقص سين صفر من صفر للنون. ده مش لازم الطالب يحفظه. ده احنا بس نستنتجه عشان انت تنبهر بان القوانين دي ليها استنتاج بالتكامل. يبقى دي برضو استاذن حضرتك واحنا شغالين في الكلام المهم قوي قوي ده. معلش محمد من المنوفيه نشوف عايز ايه بس. ايوه يا باشمهندس محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا. اؤمر. انا كنت متاخر شويه في المنهج وكده وفاضل لي ياما. في امل ولا ايه؟ لا هو دايما في امل بس انت متاخر بمعنى ايه يعني فاضل لك ايه او خلصت ايه؟ انا لسه فاضل لي الهندسه الفراغيه والديناميكا بحالها والوحده بتاعت التكامل في الجزء الثاني بتاع تفاضل التكامل. طيب ما تشد حيلك ده هي الوحده كلها تخلص في قعدتين ثلاثه يعني لو قعدت عليها يومين تخلص. والديناميكا ده احنا شغالين واحنا لسه بادئين في الديناميكا. تابع معانا الديناميكا الفراغيه يعني لازم برضو تشوف لها حل بسرعه ما تستناش عليها. انا عاوز خطه مثلا اصل انا في فاتني ياما وكده متراكم عليها من الرياضه.
لا ما انت الخطة الاساسية دي اللي تناسبك انت ما تناسبش حد تاني، والعكس انت اللي تحدد الخطة اللي هتلائم وقتك المتاح، قدرتك على المذاكرة في اوقات معينة، الحاجات اللي انت مخلصها دي محتاج تراجعها بالتوازي مع الجديد ولا لا. هو انا رأيي الشخصي يعني بعد اذنك يا استاذ شعبان، انه الوقت اللي احنا فيه ده ما ينفعش الطالب فيه يكمل المنهج بتاع الرياضة بس، لان المنهج كبير قوي قوي، خصوصا بعد ما يعني نزل الجزء النزل هو لو تابع معانا الديناميكا هيخلص من الموضوع. الديناميكا طب الديناميكا دي احنا خلصنا منها، ينفع وانت شغال في الديناميكا تراجع الاستاتيكا؟ يعني كل ما تاخد درس ديناميكا تراجع على درس واحد من الاستاتيكا، او لو انت هضم الاستاتيكا كويس ممكن جدا تحل امتحانات، وانصحك بالخمس امتحانات اللي في نهايه الكتاب طبعا. يا ريت. انا بحل امتحانات بس دايما متردد وخايف كده مش عارف ليه. ما هو ده شيء طبيعي والله يعني يا محمد، يعني انا لا اخفيك سرا، انت لو دخلت على اليوتيوب بسرعه كده هتلاقي اوائل الجمهوريه السنه اللي فاتت واي سنه لما حد بيسالهم بتوع علم الرياضه بالذات، هل انتوا كنتوا تتوقعوا التفوق؟ يقول لك انا لحد شهر خمسة كان في مسائل كتير مش عارف احلها. بس بقول لك عن متفوقي علم الرياضه غير علم علوم، بيبقوا من شهر 12 عارفين ان هم يطلعوا من الاوائل. انما بتاع علم الرياضه ده، طب انا هقول لك، احنا كنا في ايفنت من اسبوع كده مع كيرول الظريف اللي هو الاول على الجمهوريه علم الرياضه السنه اللي فاتت، معروف سمحت له فيديو كده، وسالوه حتى الاولاد بيقولوا له طب انت لحد شهر 2 كنت بتقدر تفتح اي كتاب تحل اي مساله؟ قمت انا مغير السؤال قلت له لا مش شهر 2، انت يوم امتحان التفاضل كنت قادر يعني وانت قاعد في اللجنه بتاع التفاضل كنت قادر تحل الامتحان كله؟ هو قال وارجع له تاني، ما هو معروف كيرول الظريف، قال لا ده انا السؤال بتاع المشتقات ثلاث مرات ده ما كنتش عارفه، وقعدت سرحت في اللجنه الاول على الجمهوريه السنه اللي فاتت علم الرياض، سرحت قلت خلاص هندسه راحت مني هخش حاسبات ومعلومات، ده مش سر انا بزيعه يعني. فاذا مش بس انت متوتر دلوقتي، ده توتر طبيعي، ده لحد ما تخش على باب اللجنه ولحد ما تشوف الامتحان، وربما في اللحظه دي تطلع من الاول على الجمهوريه برضه يعني. هو الرياضه ما فيهاش حاجه اسمها انا متمكن ومسيطر، معايا يا استاذ شعبان؟ لا الرياضه لا، رياضه الثالثه ثانوي ما فيهاش الكلام ده، وايه بقى انا راجل مش فاهم، انت فاهمني؟ لكن انا بعمل اللي عليا، ببذل قصارى جهدي، ولحد ما انت قاعد في اللجنه هتركز برضو، وفي مساله ربما تبقى ما شفتهاش قبل كده هتحاول فيها وتعافر وتجيبها. الرياضه فهم يا ابني انت لازم تفهم، بس عشان اصل في ناس بتحب تقول لك ايه انا فتحت كتاب كذا انا دلوقتي مخلص الاستاتيكا، في بعض الطلبه ما خلص فتحت الكتاب لقيت في حاجات مش عارفها، طبيعي ولا ده مش طبيعي في رايك؟ طبيعي جدا، مش بس دلوقتي، لكن انت هتبذل قصارى تعمل كل اللي تقدر عليه يا محمد، سامعني؟ بس لكن انا ما اخافش ابدا إن لكن انا اخاف امتى بقى؟ لو انا ما سالتش ما اتصلتش بالتلفزيون وسالت، انا اخشى ما اخشى ان واحد قاعد في حاجات ما بيعرفهاش وقاعد ساكت. لا انا مش قلقان عليك ليه بقى؟ عشان انت الان من يعني الوضع اللي انت فيه فبتسال، وانا بقول لك ده طبيعي في رايي طبعا، ده طبيعي جدا، بس كمل وعافي. شهر يعني بتابعكم والله بشكركم على ما شكر على الواجب الكبير، شكر على الواجب يا حبيبي، لا شكر على الواجب، شد حيلك بس، ربنا يبارك لكم. عندك سؤال ولا حاجه؟ لا الله يخليك والله. انت تابع يا ابن حلقاتنا في الديناميكا هتكفيك انا إن يعني ان شاء الله احنا غالبيه الافكار بتاعه كتاب المدرسه ما بسيبهاش، وحتى الحاجات الفنيه اللي فيها. ايوه تابعنا في الديناميكا وراجع القديم بالتوازي. نفس الكلام مع جبر والتفاضل طبعا والهندسه. واقول لك احنا نقول مع بعض كده محمد، اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فاكرمته وتوكل عليك فكفيته. ماشي محمد؟ اهلا بيك، اتفضل اتفضل يا استاذ شعبان. طيب برضه قلنا دي تعتبر المساحة اللي أسفل من حنة السرعة يديك الايه الموضح. المساحة أسفل من حنة السرعة والزمن. أنا عندي سين ناقصين صفر مش هو الإزاحة؟ طب لو كانت جيم ثابتة، أيوة لو جيم ثابتة هيبقى فيه بتساوي تكامل عين بتساوي عن صفر زائد جيم نون. ده النون من صفر النون كامل بقى كده هيبقى عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. مش ده القانون اللي احنا حافظينه؟ ما كناش عارفين حتى بيجي منين. انا بس بقى ايه ده شيء ممتع جدا على فكره. وممكن استنتج القانون الثالث بس بعد بقى يعني نرتاح شويه ونريحهم منها كمان شويه ونرجع نواصل كلامنا المهم جدا في حلقه في منتهى الاهميه، حلقه النهارده، ويمكن ما نلحقش نخلص كل تكامل الدوال المتجهه، فيبقى متبقي جزء كمان في بدايه الحلقه اللي جايه ان شاء الله. نرجع لكم نكمل ان شاء الله بعد فاصل صغير. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة لنستكمل ما قد بدأناه في استمتاعنا برضو بالباب الأول في الديناميكا. احنا كان عندنا العجلة لو السرعة دالة في سين فأنا عندي العجلة استنتجناها عبارة عن عين في دال عين دال سين. هنكمل الطرفين بالنسبة لسين. يبقى تكامل عين دال عين هيساوي تكامل جيم دال سين.
لو هستخدم التكامل المحدد يبقى عن صفر، من عن صفر العين هيبقى عين ده العين، من صفر النون جيم ده النون، هنكامل ديت هيدينا عين تربيع ناقص عن صفر تربيع. جيم ده السين ولا ده النون؟ جي عين ده العين. لا اللي على الشمال دي تكامل جيم ده السين. اللي على اليمين جيم ده السين. وتحتها جيم ده السين. هنا بقى هتبقى تكامل من صفر النون جيم ده السين. ودي طبعا برضو تعتبر المساحة أسفل منحنى العجلة والإيه والموضع. طبعا هيبقى هنا في نص قبلها عشان هيبقى عين تربيع على اثنين وعن صفر كده، هيبقى نص عن تربيع ناقص عن صفر تربيع بيساوي تكامل من جيم. تعتبر المساحة أسفل منحنى العجلة والإزاحة. لو العجلة برضو ثابتة هيبقى عين تربيع ناقص عن صفر تربيع هتساوي اتنين جيم تكامل اهو من صفر اهو من سين صفر لسين. ايوه ده لسين، هنا من سين صفر لسين عشان نتكلمنا مظبوط. هيبقى عين تربيع ناقص عن صفر تربيع هتساوي اتنين جيم في سين ناقص سين صفر، واحنا عارفين سين ناقص سين صفر المسافة، يبقى عندنا عين تربيع. انا بس تليفون كمان بقى اذا شعبان عبد الله من المنصور. أهلا. ايوه عبد الله من الأقصر، اهلا بيك يا عبد الله من الأقصر مش من المنصور. اهلا وسهلا. اهلا عبد الله. في صفحة 136 ايوه ممكن الإزاحة تبقى بصفر. يعني ايه صفحة 136 في كتاب المدرسة تقصد؟ ممكن الإزاحة في بداية الزمن تبقى بصفر. الإزاحة في بداية الزمن عندما الزمن بصفر؟ رقم 6 طبعا. ايه المشكلة؟ ما بص ممكن تبقى رقم غير الصفر. الإزاحة لما الزمن بصفر يبقى 5 مثلا تقصد؟ الو ايوه عبد الله. السؤال لو انا فهمت كويس، انت بتقول لما الزمن بصفر هل في احتمال ان يكون الإزاحة ب5 تقصد؟ لا بيقول ايه؟ ايوه بالظبط ده السؤال. هو ده السؤال. اسمع انا من ايوه هو السؤال. يعني وطي التلفزيون لو سمحت عشان سؤالك مهم عايزين نتناقش معاك فيه. هو اتفضل. هو السؤال كده انا زي ما سمعت. بص يا عبد الله، مش عبد الله برضه عبد الله املو. بص ايه الفرق بين الازاحه والموضع؟ والموضع الموضع بيبقى فيها عدد ثابت. يعني لما اقول كده فاهم سعادتك الازاحه والفرق بين الازاحه والموضع. بيسال سؤال في صفحه 136. في ايه 136؟ في ايه؟ في كتاب المدرسه. في كتاب المدرسه. في كتاب المدرسه. كويس. ماله فين؟ ايه بقى في كتاب المدرسه في صفحه 136؟ صفحه 136 رقم 6. بتقول ايه؟ الديناميكا. ايوه بتقول ايه؟ بتقول اي من الاشكال التاليه تمثل جسيم تتزايد سرعته. الاشكال بقى. ايوه اعطيني الاشكال. ثلاث اشكال. ايوه ماشي. وبعدين ايوه طالب اي من الاشكال الثلاثه تمثل جسيم تتزايد سرعته. احنا ما عندناش الاشكال دلوقتي. طب قول بس يعني ايه اعتراضك او وجه اعتراضك ايه؟ هل عند بداية الزمن ممكن الإزاحة تساوي رقم مخالف للصفر أو للمتجه الصفري أو لل... طب هو المنحنات اللي عندك دي مسافة ولا موضع؟ لا إزاحة. إزاحة ولا موضع؟ لا إزاحة. طب قولينا شكل المنحنى كده يعني. طب أنا معلش قول لي رقم كم؟ رقم 6. صفحة 136. صفحة 136. وللاسف الكتاب مش معانا المدرسه. بس خلاص. حاضر يا عبد الله. حاضر هنشوفها لك بدل ما نقعد نقول لك وصف لنا الرسمه يعني. ماشي. سؤال ثاني ساعتها. قول يا فندم. يلا ايه السؤال الثاني؟ السرعه، تعريف السرعه اللي هو المعيار، معيار السرعه. معيار متجه السرعه. فساعتك لما بنقول السرعه مشتقة الإزاحة. أيوة مشتقة الإزاحة. ففي لخبطة بتحصل في الفهم. تتكلم عن اللخبطة اللي بتحصل في بعض الأحيان عند بعض الناس ما بين السرعة المتوسطة ومتجه السرعة المتوسطة؟ لا ما ساعدتك. عندي متجه السرعة. فضل. كويس. عندي متجه السرعة. حلو. وعندي القياس الجذري للسرعة. ماشي.
وعندي سرعة متوسطة. ومتجه سرعة متوسطة كمان. وعندي سرعة لحظية. وسرعة لحظية. واحنا قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات. اللي فات. وعندي سرعة فقط. وسرعة فقط. سرعته كذا. جسم سرعته خمسة. السرعة اللي هي. لما بنقول السرعة يعني. هي معيار السرعة. طبعا. ايوه. معيار السرعة. ايوه. فساعدتك لما بنقول والله ان السرعة هي مشتقة الازاحة. مظبوط. يبقى بتبقى في لخبطة بين تعريف السرعة وبين السرعة اللي بنقول عليها مشتقة الازاحة. ليه ايه لخبطة؟ ما هي السرعة تعريفها كده معدل تعريف تغير السرعة. معدل تغير الازاحة بالنسبة للزمن يا استاذ عبد الله مش كده ولا ايه؟ لا ما لا ساعدتك لو راجعنا للكتاب بيقول السرعة هي المعيار ما هو في متجه السرعة وفي معيار السرعة يا استاذ عبد الله. نعم هناك فرق بين السرعة ومتجه السرعة. ايوه في متجه سرعة وفي سرعة. ايوه في سرعة ساعدتك. أيوة. السرعة يعني ديك معيار متجه السرعة. ايوه يعني مثلا متجه تبع مننا كده يعني مثلا سرعة. عين سؤال في محل متجه عين مثلا بتساوي 5 سالب 5 ايه؟ لو عاوزين عين يطلع معيار سالب 5 يطلع ب 5. ايوه يبقى عين ب 5 يبقى السرعة هنا ب 5. انما متجه السرعة سالب 5 ايه؟ تمام. والسرعة المتوسطة القياس الجبري للسرعة سالب 5. والسرعة المتوسطة السرعة المتوسطة بقى يبقى متجه الإزاحة على الزمن. لا ده متجه السرعة المتوسطة. المسافة على الزمن. يبقى السرعة المتوسطة مسافة على الزمن الكلي ومتجه السرعة المتوسطة. الكلام ده انا قلناه في الحلقة اللي قبل اللي فاتت. بس انا نفسي اسال استاذ عبد الله في حاجة يعني يبدو ان سؤاله منطقي وانا شايفه مهم. انت ايه وجه الاعتراض؟ نفهم السؤال الاول. ثانية يا استاذ محمد. وجه الاعتراض. ايوه وجه الاعتراض ايه؟ ايه وجه الاعتراض؟ لما بنقول السرعة بتقول ساعتك بتقول ان هي مشتقة الازاحة. مظبوط. ده عند اي لحظة. اسمع كده. تروح لتعريف الكتاب في حاطط تعريف للسرعة اللي هي معيار السرعة. معيار ما هو ده تعريف معيار السرعة مش السرعة مش متجه السرعة. ساعتك كاتب كده تعريف السرعة. تعريف السرعة. تساوي معيار متجه السرعة. حلو. قال متجه السرعة ولا تعريف السرعة بس؟ لا السرعة هي بس دي السرعة مش متجه السرعة في التعريف. ايوه من فوق في التعريف كاتب ان السرعة كاتب كده عين بتساوي معيار متجه عين. ايوه طب ما ده صح بالظبط. عندي يقصد مقدار السرعة اللي انا قلت لك عليها 5. ايوه فهنا لما بنشرح بنقول السرعة يبقى هل الطالب بيحفظ بنحفظ السرعة على ان هي المعيار ولا هي دال فيه على دال نون؟ لا يا فندم سرعة يبقى كأنها معيار. لو عايز متجه يقول متجه لا معلش هو في لبس عنده. طب فضل. اما اقول فيه ندي مثال نون تربيع ناقص 5 نون زائد يه مثلا اهو ده اسمها الإزاحة عند اي لحظة. معايا عبد الله؟ معاك يا باشا. هات متجه السرعة هيبقى ده الف ده النون. ايوه هتساوي 2 نون ناقص 5 ي يبقى السرعه هنا متجه سرعه مشتقه متجه الموضع. ده مفهوم متجه الايه؟ متجه الاذاعه. نيجي بقى عندما مثلا قال لك نون ب6 او ب7 يبقى متجه السرعه 2 في 7 ب 14 ناقص 5 يبقى اديك 9 ي. لو انا عاوز اجيب السرعه يبقى 9. هو الاستاذ عبد الله بيقول لما بنيجي نشرحها للولاد انا لو فهمتك كويس يا استاذ عبد الله صلح لي. ايوه بنيجي نشرح الكلام ده الولد يقول ده اللي بيقوله الاستاذ عبد الله. الولد يقول هي سرعه بقى ولا متجه سرعه كتاب المدرسه مش مفرق. هو مش مفرق مباشره بس يفهم ضمنا من السياق اللي حضرتك شايفه يا استاذ عبد الله. مع احترامي يعني دلوقتي انا كاتب السرعه دي انا قصد بكلمه السرعه في كتاب المدرسه وفي كل الكتب المدققه انه معيار السرعه مش لازم اقول معيار. ايوه بالظبط كده. فبالتالي أيوة. يبقى مفيش لبس. مش دي نقطه تعريف السرعه اللي انت عارفه. أيوة. مش فرقه السرعه مش فرقه الازاحه بالنسبه للزمن. احنا اتفقنا على الهواء مباشره ان يقصد بكلمه السرعه معيار السرعه. معيار السرعه. أيوة أيوة انا عايز فانا لما نيجي نتابع سعادتك اتفضل. ايوه قول يا عبد الله. اتفضل. لما نيجي نتابع سعادتك وتيجي تقول تقول السرعه والله بيساوي دال في على دال نون انا بتحصل لك لخبطه. لا لا نقول متجه السرعه. نقول متجه خد بالك يقصد سرعه هنا مشتقه الازاحه او مشتقه الموضع.
تمام. يقصد استاذ عبد الله المره الاخيره يقول ايه؟ لو انا سمعت حد بيقول السرعه ده الفه ده النون، الحد ده ربما يقصد متجه السرعه بس يعني زلت لسان. اسمه يا ريت نقول القياس الجبري للسرعه. انت قطعتنا اهو. اسمه كده عين لما بقول كده. او نقول متجه السرعه. أيوة. اذا صادفني متجه السرعه. أيوة. ما احنا خد بالك لو انت متابعنا في الاول انا جيت قلت ايه؟ عندنا متجه الموضع كده، متجه الازاحه، متجه السرعة، متجه العجلة، صح كده؟ يناظرهم سين. يا أستاذ محمد. طب مظبوط، تفضل. أنت يمكن لمست اللي أنا عايز. لا تمام خلاص أنت محق وإحنا متفقين، إحنا مفيش خلاف. دي مش نقطة خلافية. إن أنا لما أشرح أقول متجه السرعة. أيوة أو لما يعني أقول سرعة والله يعني تعريف القياس الجبري للسرعة يساوي ده الفي على دنه. يا أستاذ عبد الله. أنا لما أقول لك متجه كتبت متجه. يناظرهم سين وفاء وعين اسمه القياس الجبري لسين وفاء. يا باشا معاك انا والله وفاهم. خلاص مفهوم. لسه انا لما اقول في الشرح. أيوة. السرعه اقول القياس الجبري للسرعه يساوي يفضل يعني انا عشان مش سرعه وبس القياس الجبري للسرعه يساوي تمام. او متجه السرعه تمام. يساوي تمام. افضل من انا اقول السرعه لان الطالب كل واحد بقى الشيطان يزين له ان السرعه دي متجه ولا مقدار ولا معيار ولا ايه. صح كده عندك حق يا استاذ عبد الله واحنا اتشرفنا بيك. متفقين كده احنا متفقين. لا اهلا وسهلا كده متفقين. متفقين يا اهلا بيك وفرصه سعيده الصراحه. يعني ايه رايك في وجهه نظر؟ لا سليمه طبعا ده كلام سليم ومحترم ومقدر. اهلا وسهلا استاذ عبد الله. حاجه ثانيه؟ طيب يلا يا استاذ شعبان تمام يلا بنخش فيه. بعد ما استمتعنا باستنتاجات القوانين يعني احنا وصلنا ان عين تربيع ناقص عن صفر تربيع بتساوي 2 جيم فيه. كل شغلنا ده اسمه قياسات جبريه. تمام. كل شغلنا جاي اسمه قياسات جبريه صح ما فيهوش متجهات. ما هو مش قلنا قياسات جبريه مظبوط. ويبقى في التالي عين تربيع بتساوي عن صفر تربيع كل ده قياسات جبريه. تمام. واحنا نوهنا على الكلام ده. أيوة. في فرق بين فيه متجه وفيه فيه متجه ده متجه الثانيه دي قياس الجبري اسمه خلاص احنا اتفقنا على كده من بدايه الحلقات. يلا. طيب نيجي بقى نلخص الكلام ده. لو انا عندي الموضع او الازاحه تشتقه يديك السرعه. أيوة. برضه عشان القياس الجبري للسرعه اللي هو عين نشتقه يديك العجله ونقصد القياس الجبري للعجله نقصد كده كده اشتقاق. يعني لو عندك الموضع او الازاحه تشتقه يديك السرعه نشتق السرعه يديك العجله كملته بقى نمشي كده تكامل. وما زلنا نقول عشان طب ده قياسات جبريه. ماشي ناخد بقى مساله كده نترجم فيها الكلام ده ترجمه عمليه. بيقول ان في جسم بدا حركته في خط مستقيم من نقطه ثابته هي نقطه الاصل بسرعه ابتدائيه قدرها 8 متر على الثانيه وكانت عجله الحركه بعد نون ثانيه تعطى بالعلاقه 3 نون ناقص 2 اوجد كل من سرعه الجسم وازاحته بعد ثانيتين من بدء الحركه. تعالى نشوف نحل حل عادي. دلوقتي انا عندي العجله اهو 3 نون ناقص 2 اللي هو القياس الجبري للعجله نكملها يديك السرعه يا اما التكامل عادي ويبقى فيه ثابت يا تكامل محدود. بقى لو تكامل عادي هقول له السرعه يساوي تكامل 3 نون ناقص 2 ده النون يبقى السرعه 3 نون تربيع على 2 ناقص 2 نون زائد ثابت. هو قال لك الجسم هنا ابتدى بسرعه ابتدائيه 8 يبقى عن صفر بتساوي 8 وعين بتساوي 8 متر على الثانية عندما نون بصفر يبقى 8 صفر ناقص صفر زائد ثابت يطلع الثابت ب 8 وبالتالي عين بتساوي 3 على 2 نون تربيع ناقص 2 نون زائد 8 يبقى ده القياس الجبري للسرعة عند أي لحظة. تمام كده؟ لو عملت تكامل مع تكامل محدد هقول له كده أهو أدي جيم بتساوي 3 نون ناقص 2 يبقى تكامل جيم اصلا يعني كان الجيم دي دلعين ده العين ده النون يبقى ده العين تكامل جيم ده النون يساوي تكامل تكامل جيم ده النون
مش كده؟ يبقى تكامل ده العين محدود بقى. اه بس لسه انا هنعمل حدود التكامل. 3 نون تربيع ناقص 2 ده النون. السرعة هنا من اول ايه؟ 8 العين. هنا من 0 النون. هتبقى دي هتبقى تكاملها عين من 8 العين. هتساوي 3 نون تربيع على 2 ناقص 2 نون من 0 النون. دي هتطلع عين ناقص 8. هتساوي 3 نون تربيع على 2 ناقص 2 نون وناقص 0 بتاع الكلام ده. يبقى عين بتساوي نفس الكلام اللي فوق هناك اهو. 3 نون تربيع على 2 ناقص 2 نون زائد 8. نفس الكلام. حلو. هو عاوز بقى الكلام ده امتى؟ دلوقتي انا جبت عين وصلت عين باي طريقه انا عاملها 3 على 2 نون تربيع ناقص 2 نون زائد 8. عاوز لما عين بكام؟ ب 2. لما عين ب 2 هيبقى عين انا هعوض عن نون ب 2. 3 على 2 في 4 ناقص 2 في 2 زائد 8. يبقى 6 ناقص 4 زائد 8. يبقى 10 متر على الثانية. طيب انا عندي سين انا عاوز اجيب الموضع. تكامل عين ده النون. تكامل 3 على 2 نون تربيع ناقص 2 نون زائد 8. لو عاوز اعملها عادي بالتكامل عادي اهو يبقى سين 3 على 2 في نون تكعيب على 3 ناقص 2 نون تربيع على 2 زائد 8 نون زائد ثابت. يبقى سين بتساوي نص نون تكعيب ناقص نون تربيع زائد 8 نون. وما زلنا بنقول لما اقول سين فيه ده قياسات جبريه عشان الاستاذ عبد الله ما يزعلش. طيب عاوزين الكلام ده عاوزين نجيب الثابت. فانا عندي سين بصفر لما نون بصفر هيطلع الثابت بصفر. حتى سميه سين شرطه. ويبقى سين عند اي لحظه القياس الجبري للاذاعه للموضع عند اي لحظه نص نون تكعيب ناقص 2 نون ناقص نون تربيع زائد 8 نون. عاوز الكلام ده برضو لما سين بكام؟ ب 2 نص في 8 ناقص 4 زائد 8 في 2 هيطلع 4 ناقص 4 زائد 16 هيطلع 16 متر. وممكن اعمله بالتكامل المحدد برضو بنفس الطريقه. الموضوع بسيط. طيب مساله ثانيه واحده كمان بقى. بيقول جسم يتحرك في خط مستقيم، القياس الجبري لسرعه الجسم عين يعطى بالعلاقه عين بتساوي 3 نون تربيع ناقص 2 حيث عين مقاسه بالمتر على الثانيه. اوجد بص بقى متى تصل السرعه ل 46 متر على الثانيه، ثم اوجد مقدار عجله الوسيم عندما تبلغ سرعته 25 متر على الثانية. كمان بالمرة بقى ثم يوجد مقدار الإزاحة خلال الفترة من 1 إلى 3 ودي لازم بالتكامل المحدد. بص بقى معايا. دلوقتي أنا عندي عين 3 نون تربيع ناقص 2. عندما عين بتساوي 46 يبقى 46 بتساوي 3 نون تربيع ناقص 2 يبقى 48 بتساوي 3 نون تربيع يبقى نون تربيع ب 16 يبقى نون بتساوي 4 ثواني. ده متى؟ طب عاوز ايه تاني؟ عاوز يجيب اوجد مقدار العجله. اشتق عيني يديك القياس الجبري للعجله اللي احنا بنقول عليها جيم. يبقى 6 نون حتى دي اسمها العجله عند اي لحظه. عاوزين الكلام ده اوجد مقدار العجله عندما تبلغ السرعه 25. نيجي بقى عندما عين ب 25 يبقى 25 3 نون تربيع ناقص 2 يبقى 27 بتساوي 3 نون تربيع يبقى نون تربيع ب 9 يبقى نون بكام؟ ب 3. ويبقى ج 6 في 3 ب 18 متر على الثانيه تربيع. تعالى بقى اللي جاي دي بقى. عاوز الازاحه في الفتره. الازاحه دي اجيبها منين بقى؟ من تكامل ايه؟ محدد. يبقى عندنا هيبقى عندنا فيه تكامل عين ده النون من كام؟ من 1 لتلاتة. عين عندنا اللي هي 3 نون تربيع ناقص 2 ده النون من 1 اي ديك فتره اعملها بالتكامل المحدد على طول.
هيديك تكامل، هيبقى نون تلاتة نون تكعيب على تلاتة ناقص اتنين نون من واحد لتلاتة، يعني نون تكعيب ناقص اتنين نون من واحد لتلاتة، نعوض عن نون بتلاتة يبقى 27 ناقص ستة ناقص بواحد، واحد ناقص اتنين يبقى ديت 21 زائد واحد يطلع 22 متر. مسائل سهلة جدا. ناخد واحدة كمان برضو. بدأت كل دي مسائل من كتاب المدرسة كلها موضع سؤال في الامتحان، والكلام اللي بنعمله ده مش بس بنعمله علشان نخلص الباب الأول، لكن كمان هينفعنا في بقية منهج الديناميكي للحد الآخر. يعني واحنا شغالين في الدفع والتصادم هنحتاج تكامل محدود لأول مرة السنة دي. في الشغل في القدرة في الطاقة هنلجأ للتكامل المحدود. بيقول لك بدأت سيارة كتلتها حركتها من السكون في خط مستقيم من نقطة ثابتة على الخط، يعطى القياس الجبري لمتجه سرعة بالعلاقة عين بيسوي. حتى بص احنا شوف انا كاتب ايه، خط يعطى القياس الجبري يعطى بالعلاقة عين بيساوي 3 نون تربيع ناقص 12 نون، حيث عين مقاسة بوحدة المتر على الثانية ونون طبعا بالثانية. اوجد كل من متجه السرعة المتوسطة، دي جميلة جدا المسألة دي الحقيقة، متجه السرعة المتوسطة والسرعة المتوسطة خلال الفترة من 0 ل 7. عشان اجيب متجه السرعة المتوسطة لازم اجيب متجه الازاحة، متجه الازاحة، وعشان اجيب السرعة المتوسطة لازم اجيب المسافة، المسافة. فهنا قال لك في الفترة من صفر النون يبقى اقدر اجيب متجه اولا دلوقتي عين بتساوي تلاتة نون تلاتة. بس العملية مش بالبساطة اللي احنا بنقولها دي، لا لا مش نجيب المسافة ونجيب الازاحة، ده الازاحة اسهل كتير من المسافة طبعا. ناقص 12 نون، عاوز اجيب الازاحة مش مشكلة، يبقى الازاحة تكامل تلاتة نون تربيع ناقص 12 نون من صفر من صفر لسبعة، عاوز اجيب الازاحة مرة واحدة يبقى يديني تلاتة نون تكعيب على تلاتة ناقص 12 نون تربيع على اتنين من صفر لسبعة، يبقى نون تكعيب ناقص ستة نون تربيع من صفر لسبعة. نجيبها بقى يبقى 49 في 7 ما فيش 49 هتطلع 49 في الاخر، يبقى دي الازاحه. طب احنا عاوزين نجيب متجه السرعه المتوسطه، متجه السرعه المتوسطه متجه الازاحه 49 على الزمن ب 7 يطلع 7 وطبعا ممكن نحط متجه واحده ايه عشان نميزها، يبقى 7 ايه متر على الثانية، حيث ايه ده متجه واحدة في اتجاه الحركة، يعني بتساوي 7 متر على الثانية. تعالوا بقى الحتة اللي جاية، عاوز اجيب المسافة. قبل ما اجيب المسافة لازم اشوف عينها هتغير اتجاهها ولا لا. ايوة، يعني الازاحة دي ما فيهاش قلق، انما المسافة فيها قلق، وهتروح تجيبها اشوف السرعة لا مش هتجيب حاجة، وهتروح تجيبها وهتطلع غلط، وهتطلع غلط لو عملتها كده، وهتجيبها وهتطلع وتقول ايه ده هي المسافة هي الازاحة، وكأن الجسم بص بقى استاذ شعبان وكأن الجسم ما غيرش اتجاه حركة. ما احنا لا لا اللي حضرتك هتقوله دلوقتي ده عايز تعرف هو الجسم غير ولا ما غيرش. ما احنا والله اللي متابع الحلقات من البدايه احنا نوهنا على الكلام، المسافه طول المسار. امتى المسافه بتساوي الازاحه؟ لو ما غيرش اتجاه حركته. طالما غير اتجاه حركته يبقى المسافه حاجه وكيف نقطع الشك باليقين؟ اعرف الجسم غير اتجاه حركته، ساعات ما بيغيرش. لكن المساله دي هنشوفها بقى، نعمل ايه؟ لا اشوف ابحث اشاره، اشاره عين. لو السرعه بحس اشارتها وطلع مثلا قيمه للنون بخمسة يبقى على اليمين موجب وعلى الشمال سالب مثلا، لو ده الدرجه الاولى يبقى غير ولا ما غيرش، لانك بصفر عند زمن اهو. لكن جيت بحس في مساله غير دي في كتاب المدرسه برضو، السرعه صفرتها طلع زمن بناقص 4 يبقى ما غيرش، ما غيرش عشان الناس 4 دي مرفوض. تعالى هنا. عين بتساوي 3 نون تربيع ناقص 12 نون. ايوه، خد 3 نون عامل مشترك. يبقى اما نون لما عين بصفر يبقى نون بصفر. ونون بكام؟ باربعة. حلو، تعال على خط الاعداد. ادي الصفر وادي الاربعة. ده سالب ده موجب بس، يبقى الجسم غير اربع ثواني غير قبل اربع ثواني. غير باتجاه، يعني في الاول كان ماشي في الاتجاه السالب وبعدين راح ماشي في الاتجاه الايه الموجب بس قبل. يعني كان ماشي في الاتجاه السالب وفجأة كده بقى في الاتجاه الموجب، ولا سكن لحظيا؟ سكن لحظيا وغير اتجاه حركة. حلو، هو عاوز بقى اجيب المسافة من صفر
لتاء سبعة يبقى تكاملين برضو الطلبة. أنا نبهت برضو في الحلقة اللي فاتت. أيوة. طالما الفترة عندك الجسم غير اتجاه حركته في نقطة في الفترة لازم أعملها على صورة حاجتين. الله يفتح عليك. يعني أنت لو المسألة دي طورناها أو غيرناها ونفس الرسمة وخط الأعداد بس كان المطلوب هنا مثلا من 5 لـ7 مش من 1 لـ7 ولا حاجة ولا حاجة كان هيبقى كأنها مسافة إزاحة يعني إزاحة. لكن هنا عشان حاجة شمال ويمين يعني الصفر بتاع عين ضمن الفترة يبقى لازم أعملها فترتين. أرجي يعني هيبقى في فترتين مجال جزئي تكامل يبقى من حاجة دي يبقى المسافة. بص أعملها كده مقياس. أيوة. تكامل عين دنون من 0 لـ4. أيوة. زائد مقياس تكامل عين دنون من 4 لـ7 هساوي مقياس تكامل من 0 لـ4 عين عندنا بكام؟ ب3 نون تربيع ناقص 12 نون ناقص 12 نون ده النون ده من 4 لـ7. طيب لما نكمل دي هتطلع نون تكعيب قلنا زائد 6 نون هتطلع كده مقياس هيطلع لنا نون تكعيب ناقص 6 نون تربيع ده من 0 لـ4 ده مقياس زائد مقياس برضو 3 هيبقى نون تكعيب ناقص 6 نون تربيع من 4 لـ7 عوض بقى كده ادي مقياس هو ده عادي بس احنا قسمناها بدل من 1 لـ7 لا يبقى من 1 لـ4 من 4 لـ7 عشان غير اتجاه أو من صفر. هيبقى عندنا هنا هيبقى نون تكعيب هيبقى عوض باربعة يبقى 64 ناقص 4 × 16 × 6 × 96 مقياس زائد نون تكعيب 7 تكعيب 49 × 7 ناقص 49 × 6 ده مقياس سالب 32 زائد مقياس 49 لما تحسبها 49 دي احنا نسينا نعوض عنهم باربعة يبقى عوضنا عنهم بسبعة طب نعملها كده 64 × 96 مقياس زائد مقياس لما دي هنجيبها بالآلة خلاص لا ما نعملها ناقص 49 × 6 ناقص حط لهم باربعة يبقى 64 × 96 مقياس ده مقياس سالب 32 زائد مقياس 49 + 32 يبقى 32 + 1 9 + 1 يبقى 8 يبقى دي 313 ده المسافة يبقى السرعة المتوسطة بقى اهو يبقى 113 × 7 الزمن الكلي 113 × 7 يبقى متر على الثانية بس يبقى متجه السرعة المتوسطة كانت مشتقة الإزاحة بالنسبة للزمن لكن ده تكاملين محدودين طلع الناتج بتاعهم اكيد مختلف لان الجسم 7 × 7 = 113 × 7 لا الاولاني متجه السرعه المتوسطه كان 49 × 7 بس ايه لانه متجه انما المره دي مش متجه خالص طلع 113 × 7 ناخد بقى المساله الشيقه قوي اللي جايه دي ممتازه الحقيقه برضو في كتاب المدرسه بيقول لك انه في جسم بيتحرك في خط مستقيم من نقطه ثابته اللي هي نقطه الاصل بيتحرك على الخط المستقيم وفقا للعلاقه عين تساوي جا نون ناقص جتا نون اوجد سين عند باي على الاثنين الموضع بتاعه عند باي على الاثنين تمام كده اه هو عاوز يجيب سين يعني عاوز متجه الموضع اه وانا مديني السرعه كداله في الزمن اه طب ما انا اقول له سين تساوي دلوقتي عين بتساوي ايه هنحلها حلين طبعا عين بتساوي جا نون ناقص جتا نون حلو اكامل اكامل
يبقى جا نون ناقص جتا نون ده النون يبقى سين تكامل الجا نون بسالب جتا نون ودي بجا يبقى سالب جا نون زائد ثابت. عندنا ابتدى من سين بصفر ونون بصفر هيطلع صفر ناقص جتا صفر ناقص جا صفر زائد ثابت هيطلع دي سالب واحد ناقص صفر زائد ثابت يبقى الثابت بسالب واحد. حلو. وفي الحالة دي يبقى سين بتساوي سالب جتا نون ناقص جا نون زائد واحد. بص ببساطة ازاي؟ اه الثابت بواحد عشان جاب جبان على التاني. هو عاوز الكلام ده سين لما باي على كام؟ على اتنين. نشيل كل نون نحط باي على اتنين. اه باي على اتنين يعني الزاوية بتسعين يبقى جتا تسعين ناقص جا تسعين زائد واحد. جتا تسعين بصفر ناقص جا تسعين بواحد زائد واحد يطلع بصفر في الاخر. لو هتعملها بالتكامل المحدد أيوة. هتقول له كده سين هتساوي تكامل عين دال نون من صفر لباي على اتنين. يبقى سين تكامل هيبقى جا نون ناقص جتا نون ده النون من صفر لباي على اتنين تكامل الجا سالب جتا نون ناقص جا نون من صفر لباي على اتنين. عوض بقى يبقى سالب جتا باي على اتنين عن جتا تسعين ناقص جا تسعين ناقص. هو طبعا السين اللي ظهرت في الطرف الايمن دي اللي هي تكامل دال سين من صفر لسين. اه ما هي تبقى سين. ما من صفر لسين بتطلع سين على طول. ناقص جتا تسعين صفر ناقص جا صفر ده صفر ناقص واحد ناقص ناقص واحد ناقص صفر هيطلع ناقص واحد زائد واحد يطلع برضو بصفر. يلا على طول بقى في المسألة اللي بعدها. الموضوع مش صعب على فكرة. لا لا سهل بس في أساسيات لازم تتعرف اللي هو بتاع الإزاحة والحاجات دي والسرعة المتوسطة البتاعة. وفي سؤال لازم هيجي السنة دي في 2017 في امتحان البوكلت هيبقى فيه رسومات زي دي لازم. رسومات فيش كلام في الأول. قولا واحدا غير المسائل دي. جسيم يتحرك في خط مستقيم طبقا للعلاقة جيم نون بيساوي ناقص اتنين بسرعة ابتدائية قدرها 3 متر على الثانية من نقطة ثابتة على الخط المستقيم. اوجد كل من الإزاحة. اه بص شوف المسافة والإزاحة. اه المسافة والإزاحة. والإزاحة. خلال الفترة من 1-4. طيب. دلوقتي جيم. يفهم من ذلك انه ضروري الجسم في المسألة دي هيغير اتجاه حركته ولا ممكن لا ممكن يكون بيضحك عليك ويطلع هنشوف. المسافة هي الإزاحة. بس مش هيحصل يعني. اه سالب اتنين. يبقى السرعة تكامل سالب اتنين بالنسبة لنو. يبقى سرعة سالب اتنين نون زائد ثابت. عملتها بالعادة. عندنا عين بتساوي تلاتة. لما نون بصفر يبقى تلاتة صفر زائد ثابت يطلع الثابت بتلاتة يبقى عين بتساوي سالب اتنين نون. حتى دي بيسموها السرعة عند اي ايه لحظة زمنية نون. طيب يبقى السرعة بتساوي الكلام ده. خلاص بقى احنا بقينا اساتذة. نشوف الجسم هيغير اتجاه حركته ولا لا. نصفرها بقى. اه لو الاول هنجيب الازاحة عادي. الازاحة هيبقى عندنا فيه الازاحة تكامل عادي. هيبقى عين ده النون من واحد لاربعة. يبقى الازاحة فيه تكامل. عين عندنا بكام؟ بسالب اتنين نون زائد تلاتة ده النون من واحد لاربعة. يبقى سالب اتنين نون تربيع على اتنين زائد تلاتة نون من واحد لاربعة. زائد تلاتة نون عوض يبقى سالب ستاشر زائد اتناشر ناقص ناقص واحد زائد تلاتة هتطلع دي سالب اربعة ودي سالب اتنين هيطلع بسالب ستة. يبقى دي الإزاحة. انما المسافة بقى نرجع نقول عندنا عين نشوف الجسم هيغير اتجاه حركته ولا لا. يبقى عين بصفر عندما نون بتلاتة على اتنين. تعال ادي الصفر ادي تلاتة على اتنين.
ده هيبقى سالب وده موجب. يبقى الجسم هيغير اتجاه حركته عندما نقوم بسوي 3 على 2. طب احنا عاوزين من الفتره من 1 لـ 4، فالصفر هنا غير اتجاه ضمن الفتره، يبقى اقدر اجيب له اقول له المسافه بقى تكامل اللي هي سالب 2 نون زائد 3 ده النون من 0 لـ 3 على 2 مقياس زائد مقياس تكامل سالب 2 نون زائد 3 ده النون من كام لكام؟ من 3 على 2 3 على 2 لـ 4. هي الاولاني من كام لكام؟ من 1 من 1 ل 3 على 2 يبقى 1 من 3 على 2 والثانيه من 3 على 2 ل 4. ده مقياس ده 2 نون تربيع، احنا لما كملناها تطلع بكام؟ بناقص نون تربيع زائد 3 نون. من 1 ل 3 على 2 مقياس ناقص نون تربيع زائد 3 نون مقياس من 3 على 2 ل 4 مقياس. عوض عنهم بقى ب 3 على 2 هيطلع لك هنا مقياس سالب 9 على 4 زائد 9 على 2 ناقص بواحد هيبقى سالب 1 زائد 3 ده مقياس زائد مقياس عوض عنهم ب 4 يبقى سالب 16 زائد 12. المهم يعني كله في الاخر هيطلع كام؟ ربع زائد 6 وربع. هيبقى ناقص هيبقى برضو سالب 9 على 4 زائد 9 على 2 مقياس. دي هتطلع بربع مقياس ربع. والتانية دي هتطلع مقياس 6 وربع. يبقى كله 6 ونص. يبقى المسافة ربع زائد 6 وربع. يبقى 6 ونص. نفس الكلام اللي فات. انا بس هأكد مرة تانية قبل ما نخش في المسألة اللي بعدها ان الجزء اللي هو بيبقى ملعبك شوية بتاع التعويضات ده ممكن يصدع لك دماغك وانت شغال. سواء وانت بتذاكر وانت بتحل او حتى في الامتحان هاتوا بالآلة الحاسبة. بس خليك متمرن كويس انك بتطلعه صح بالآلة. ما الخوف عدم التمرين. يطلع غلط لا قدر الله. عدم التمرين على الآلة. طيب نخش بقى على مسألة فيها حركة رأسية لأول مرة النهاردة. يقول قذف جسم رأسيا لأعلى بسرعة ابتدائية قدرها 5.6 متر على الثانية من نقطة على ارتفاع 24.5 متر من سطح الأرض. يعني الموضع الابتدائي 24.5، اوجد كل من عين وسين بدلالة النون ثم اوجد أقصى ارتفاع يصل دلوقتي لما بقصف الجسم الأعلى مش بيطلع بعجلة سالب 9.8؟ وأنا مش هعرف أحل إن ما عنديش علاقة غير إن العجلة بسالب 9.8 وكملها بقى. يبقى عندنا العجلة أهو بسالب 9.8 بالتكامل. هيبقى عين تكامل سالب 9.8 ده النون. حلو. نون زائد ثابت. قال لك عين بخمسة وستة متر على الثانية عندما نون بصفر يطلع الثابت يبقى 5.6. صفر زائد ثابت هيطلع الثابت بخمسة وستة. يبقى عين 5.6 أو 9 سالب 9.8 نون زائد 5.6 ده يعتبر السرعة عند أي لحظة. طيب لسه عاوز أجيب الموضع. أنا عندي سين بيساوي ما أنا عندي عين ده السين ده النون. يبقى تكامل ده السين بتساوي تكامل عين ده النون. تكامل ده السين تكامل عين عندنا عين بسالب 9.8 نون زائد 5.6 يبقى ده سين سالب هيبقى 4.9 نون تربيع زائد 5.6 نون زائد ثابت. عندنا بقى سين بكام في الاول ب 24.5 الموضع الابتدائي ونون بصفر يبقى 24.5 صفر زائد صفر زائد ثابت يبقى ثابت ب 24.5 ويبقى سين بيساوي سالب 4.9 نون تربيع
خمسة وستة ده اسمه انت عارف ده اسمه يا أستاذ محمد؟ اسمه متجه المتجه الموضع عند اي لحظة. اسمه الموضع عند اي لحظة يعني من بداية القصف. هو سرعة القصف بتاعته اللي هي السرعة الابتدائية يعني خمسة وستة من عشرة صح؟ يعني هو قذف لأعلى. وانا استفدت بقصة انه قذف لأعلى انه العجلة بتاعته سنة 89. اصل حضرتك مع احترامي يعني هو اساسا المسألة دي مبنية في حلها على فرضية من عندي انا يعني لا العجلة يعني انا لما قال لي سرعة ابتدائية كذا اللي هو قذف لأعلى بكذا والكلام ده كله ومن ارتفاع كذا ده انا ما استفدتش منه في الاول. ده انا دخلته اثناء الحل لكن البداية اني لازم كانت ان قذف لاعلى يعني العجله بسالب 9 اصلا قذف الاجل الاسفل ماشي تبقى 9 8 لكن كملتها من عندي فاستفدت بدون. نمره 2 هو لما قال لي اوجد العين بدلاله السين كل من عين وسين بدلاله الزمن. فبعد ما كملت انا كان عندي بديل اللي حضرتك كتبته. احنا متكامل محدود اجيب تكامل بحيث ان السين الابتدائيه ب 24 ونص والنهائيه هي اقصر يبقى سين ناقص سين طب ما نعملها بالتكامل المحدود اهو تكامل من 24 ونص ده السين من سين بصفر لا من 24 ونص لسين لسين بيساوي تكامل 5.6 من 10 ناقص 9.8 نون بالنسبه للنون ده النون بس من صفر النون بس ده هيبقى سين ناقص 24 ونص تكامل دي 5.6 نون 4.9 نون تربيع صح الكلام ده؟ مفيش ثابت بقى هيطلع على طول هيبقى صفر هيبقى عندنا بقى يبقى س بتساوي 5.6 نون ناقص 4.9 نون تربيع زائد 24 ونص بس كده نفس الكلام اللي فات عند اقصى ارتفاع بقى العين بكام بصفر؟ عند اقصى ارتفاع عين بصفر عين عندنا اللي هي كام؟ سالب 9.8 نون زائد 5.6 هتطلع نون ب 4 على 7 ثانية اقدر اجيب س؟ اهو 5.6 في 4/7 ناقص 4/9 في 4/7 تربيع زائد 24.5 هتطلع سين لما تحسبها هتطلع 26.1 متر من سطح الارض بس كده نلحق ناخد مساله كمان بسرعه كده قبل ما وقت الحلقه ينتهي برضو مساله حلوه قوي في كتاب مدرسه بتقول سياره تتحرك في خط مستقيم بسرعة ابتدائية 12 متر على الثانية من موضع على مسافة 4 أمتار في الاتجاه الموجب من نقطة ثابتة على الخط المستقيم بحيث كان جيم تساوي سين ناقص 4 المرة فات كان جيم احنا اللي جبناها من عندنا لا هنا جيم ده وهنا جيم دالة في سين دالة في الموضع حيث الجيم دي بتساوي ايه عين دال عين دال سين ايوة اوجد بقى عين تربيع بدلالة السين وسرعة السيارة لما انا عندي الوقت جيم بتساوي سين ناقص 4 انا عندي جيم اصلا عين دال عين دال سين يبقى اقدر اقوله كده تكامل جيم دال سين من عملها بالتكامل المحدود من 4 لسين تكامل عين دال عين من 12 لعين على طول مره واحده حلو يبقى تكامل سين ناقص 4 دال سين من 4 لسين تكامل عين دال عين من 12 لعين ده يطلع لك بقى نص سين تربيع ناقص 4 سين من 4 لسين بتساوي نص عين تربيع من 12 لعين خلاص هيطلع لك بقى ايه هتعوض كده هيبقى نص سين تربيع ناقص 4 سين ناقص نص في 16 ناقص 16 بتساوي نص عين تربيع ناقص نص في 144 هتصفي الكلام ده هيبقى نص سين تربيع ناقص 4 سين ناقص زائد 8 هتساوي نص عين تربيع ناقص 72 هيبقى في الاخر نص عين تربيع هتساوي نص سين تربيع ناقص 4 سين زائد 80 يبقى عين تربيع هتساوي سين تربيع ناقص 8 سين زائد 160
يبقى جبت العلاقة وحط بقى العجلة بصفر بالمرة عشان هو عايز لما السرعة عندما جيم بصفر يبقى سين ناقص أربعة بصفر يبقى سين بأربعة. أي. هات عين بقى يبقى أربعة تربيع ناقص تمانية في أربعة زائد 160 هتطلع عين في الآخر بكام يعني بقى نستفيد الاستفادة القصوى من وقت حلقتنا ومتبقي لله الحمد أربع خمس دقايق بالكتير سمحت لنا بيهم مخرجتنا الجميلة الأستاذة إيمان. ناخد فيهم مسألة جميلة برضو ماشي. ونختم بيها تبقى مسك الختام. بيقول جسيم من كتاب المدرسة هي جرعة كبيرة شوية النهاردة وهنكملها كمان المسألة اللي عملناها دلوقتي يا محمد. طيب احنا عايزين دي بقى مسك الختام مسألة بقى نقيها انت دي ولا الجسيم اللي هو اللي بعده العجلة 3 على 8 ولا تاخد الرسمة عشان ناخدها في دقيقتين في الاخر الرسمة اللي هي فيها منحنى الدالة سرعة الزمن دي لازم تتشرح. اما دي لازم تتشرح بقى بالتفصيل يعني تحب ايه ناخد بقى المسألة دي ادام بالترتيب طيب بقى عشان ما ننساش حاجة. جيم برضو دالة في سين عاوز عين برضو دالة سين نفس الفكرة بس هو طالب حاجات له عاوز السرعة لما سين بكذا يعني عندنا جيم بتساوي 2 سين زائد 5 يبقى عارفين احنا العجلة بتساوي عين دال عين دال سين يبقى تكامل عين دال عين هتساوي تكامل جيم دال سين تكامل عين عندنا بكام دال عين من كام لكام من هو ابتدى بسرعة ابتدائية 2 يبقى 2 لعين 2 سين زائد 5 ابتدى من منتجع موضع بكام ابتدى من منتجع موضع بصفر يبقى صفر يبقى نص عين تربيع من 2 لعين هيبقى سين تربيع زائد 5 سين من صفر لسين يبقى نص عين تربيع ناقص نص في 4 هتساوي سين تربيع زائد 5 سين هيطلع لك نص سين تربيع نص عين تربيع سين تربيع زائد 5 سين زائد 2 يبقى عين تربيع بقى اللي هو عاوزها اتنين سين تربيع زائد 10 سين زائد 4 طالب ايه تاني على سرعة الجسيم عندما سين بواحد يبقى عندما سين بتساوي واحد يبقى عين 2 زائد 10 زائد 4 هيطلع 16 متر على السنة طالب ايه تاني عايز السين لما العين باربعة عندما عين باربعة يبقى 2 سين تربيع زائد 10 سين زائد 4 بتساوي 4 ممكن واحد على فكرة متسرع يقول لك هي الناس دي يعني بيكتبوا مسائل غلط ولا ايه يقول لك هو او مش واخدين بالهم ما هو قال لي اوجد السرعه لما السين بواحد والسرعه طلعت باربعه يعني لما السين بواحد العين باربعه يجي بعدها يقول لي عايز السين لما العين باربعه ده مش فاهم جالس يطلع لها قيمتين لان هو هيطلع لها قيمتين فعلا يعني لما العين باربعه لما السرعه باربعه كان الموضع مرتين مره الموضع بواحد ومره بسالب 6 راح ورجع لنفس النقطه كانه كان طالع كده فعند الموضع ده كان سرعته 4 وخلص ورجع عند موضع تاني سرعته برضو ب 4 ما احنا قلنا برضو لو طالب باخد باله في المراجعه عندنا الجسم بيمر على النقطه وهو طالع مرتين مره وهو طالع ومره وهو نازل بس نفس الموضع الموضع هنا السرعه هي السرعه هي طب والموضع لا ما حسب ده غير الطلوع والنزول بقى حسب الوضع بتاعه ان اصل هنا طبعا الجسم غير اتجاه حركته هي ببساطه كانه غير اتجاه حركته بلاش الطلوع والنزول دي يعني مثال غير موفق تعال نقول هنقول حاجه تانية كانه كان ماشي كده وراح ناحيه اليمين وكانت سرعته 4 لما كان الموضع كده وغير اتجاه حركته ورجع وعدى الناحيه الثانيه يا سيدي وكانت سرعته 4 ما احنا قلنا لو جينا وضحناها ادي جسم اهو مشي كده ايوه ورجع كده اهو ايوه بقى عدى النقطه خلف نقطه الانطلاق عدى النقطه اللي ابتدى منها وهو راجع اكتسب سرعه فرجع لنفس السرعه 4 تاني تعالى هنا بقى ناقص 12 بساوي صفر يبقى سين تربيع زائد 5 سين ناقص 6 بساوي صفر يبقى سين زائد 6 وتطلع لازم واحده منهم تسيب واحد طبعا
وسين بسالب سين. بس انا يعني اخشى ما اخشاه واحنا بنختم كده استاذ عبدالواحد يقول لك ايه، ما احنا جبنا السرعه لما سين واحد ولله الحمد ربنا كرمنا وجبنا السرعه باربعه. ما انا تعمدت بيضحكوا علينا. لا انا بقول لك تفكير الطالب بقى بيضحكوا علينا، هو رايح يقول لك بعدها لما العين باربعه السين بكام. لا انا فاهم، لا طبعا لازم تحلها وزي ما احنا لو قطعت سين بسالب سته هتطلع برضو عين نفس. ايوه بس هل ينفع اكتفي باللي انا مطلعه ولا احلها؟ لا لازم احلها. طالب انا طالب كده للاسف الشديد. كان نفسنا نكمل بقيه الافكار المسائل اللي معانا، ما فاضلش كتير على فكره. المره اللي جايه ممكن ناخد ساعه من الساعتين عشان نخش بقى في الباب الاكبر. الحقيقه هو الباب الثاني ده هو ثلاث ارباع المنهج تقريبا بتاع الديناميكا. فاحنا في النهايه طبعا بنشكرك شغال، شكرا جزيلا على مجهودك اللي عملته معانا النهارده، واستمتعنا بالحلقه كالمعتاد معاك. في انتظار المزيد ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. احنا هنكمل الجزء ده تكامل الداله المتجهه في الساعه الاولى ان شاء الله. الساعه الثانيه نخش في الباب الثاني، باب قوانين نيوتن للحركه وتطبيقات على قوانين نيوتن. في نهاية الحلقة طبعا بشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم، نتمنى لكم كل توفيق. وفي الوقت العصيب اللي احنا فيه ده اللي احنا بنخلص فيه المناهج، يعني بقى في عامل جديد ظهر هو عامل الثبات الانفعالي أثناء المذاكرة. يعني لازم أنا أنقي الوقت المناسب ليا أذاكره، بحيث يبقى الوقت اللي هذاكر فيه وأنا مركز فيه نوع من التحصيل، مش مجرد تواجد جسماني أو قاعدة للمذاكرة وخلاص. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل لان انا شايف انه مهم جدا في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. الى ان نلتقي على خير باذن الله الاسبوع الجاي، لكم من اطيب الامنيات.